انتوا معايا كده؟ كده شايفين اللي انا شايفه؟ تمام يا دكتور. تمام تمام جدا. بص يا شباب، دلوقتي احنا بنتكلم عن كورس الداتا اناليسز، وازاي انت هتبقى محلل بيانات ان شاء الله شاطر، وهتكون ان انت بتقرا حاجات غيرك ما بيعرفش يقراها، وتعرف تستخدم ادوات بتكون بعيدة عن ايدي الناس التانية. بيبقى الموضوع بيبقى اسهل بكتير قوي في ايدك، لكن مع الناس التانية بتعطل شوية. تمام؟ فان شاء الله ان شاء الله في الكورس ده هنشرح فيه ازاي تبقى محلل بيانات شاطر، وازاي تستخدم التولز اللي بيستخدمها محلل البيانات علشان تقدر تطلع انسايتس، او زي ما بقول اللي تطلع مثلا زي رؤيه او رسومات، او تدي لصاحب القرار يقدر ياخد قرار بناء على الداتا اللي انت بتعملها. تمام كده يا شباب؟ ماشي. بص يا شباب، دلوقتي يعني ايه داتا؟ يعني ايه داتا؟ على طول بنقول محلل بيانات، محلل بيانات، يعني ايه بيانات؟ يعني ايه داتا؟ بص يا شباب، الداتا دي الداتا انا حتى كاتبها لكم، هي مش مجرد رقم واحد، هي بتبقى اكتر من رقم، وكمان بتكون ارقام مميزه، يعني مش اي رقم وخلاص. يعني حتى في المثال اللي انا بقولها لك اهو، بيقول لك ممكن اقول لك ان متوسط اطوال الناس في مدينه معينه هو 168 سنتي، فانت ممكن تطلب تشوف الداتا فتشوف مجموعه الاطوال المتوسطه 168 سنتي. تاني حاجه انها مميزه زي ما انا قلت، يعني لو اديتك مثلا 1000 واحد كلهم طولهم 168 سنتي هتقول في حاجه غلط اكيد. يعني اخر حاجه انها معلومات، يعني مش مجرد ارقام، يعني معلومات مثلا، يعني ممكن تقول مثلا واحد اسمر، واحد تخين، واحد رفيع، وهكذا. دي غير ارقام طبعا اللي بتظهر في الاكسل شيت وكده، وبتبقى بتظهر على عن طريق فيديو، وبتبقى عن طريق تكست كتابه، والفيديو كده بيبقى بيعمل لها الاناليسيس بتاعها اللي اسمه هادوب. ده برنامج يعني مش هنتطرق ليه دلوقتي، اسمه هادوب. فنيجي بقى هنا، ايه هي الداتا اناليسيس؟ ايه هي تحليل البيانات؟ لو تبصوا على الصور دي يا جماعه، حتى هي بتشرح نفسها، المربع ده دي الداتا كلها. فانت ازاي تحول الداتا دي لانسايتس عشان تاخد بيها ديسيجن، انت تعرف تاخد بيها قرار. تحول الرو داتا، يعني الرو داتا دي يا جماعه يعني ماده خام او داتا خام بتجيلك مثلا في هيئه ريبورتات كتيره، فانت ازاي بتلخص الريبورتات وتعمل لهم كومبريس علشان تطلع بالمنظر ده اللي انتم شايفينه قدامكم ده، اللي هو مثلا لو تلاحظوا مثلا شانتل دي، مثلا شانتل وجيم ومعرفش ايه، الدنيا كلها متلخبطه. فدلوقتي جاب لك شانتل اللي هو مثلا في شهر يناير فبراير مارس عمل ايه، جيم مثلا في شهر يناير فبراير مارس عمل ايه. ده كده شكل ريبورت احترافي تقدر تاخد منه، يعني تقدر تشوف من عليه انت بتعمل ايه، القرار ماشي ازاي، تقدر تاخد من عليه تدي قرار عليه ولا لا، وكمان تقدر تحوله لانسايت. انسايت يعني داتا مرئيه، يعني داتا مرئيه، انتوا مثلا تشوفوا مثلا انتوا ماشيين ايه. لو تلاحظوا المانثلي سيلز ترند، ان هو مثلا كان في شهر يناير كان 62000، بعد كده شهر فبراير 68، بعد كده نزل تاني في شهر مارس، طلع في ابريل لحد ما طلع في جون. انتوا معايا كده صح؟ سامعيني؟ تمام. كويس جدا. مراحل الداتا اناليسز، بصوا يا شباب، مراحل الداتا اناليسز بتبقى عامله ازاي؟ بصوا، اول حاجه بتعرف السؤال الاول. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا ايه، لو سمحت يا محمد انا عايز مثلا اعرف مبيعات السنه اللي فاتت. ده كده تفهم السؤال الاول، السؤال الاول ده بيتقال لك ازاي. فانت كده فهمت السؤال. في حد بعت حاجه؟ تمام. انا بسجل، ما تقلقش. انت مثلا بتفهم السؤال، تمام؟ بعد كده بتكولكت الداتا اللي هي ستيب رقم 2. بتكولكت الداتا دي ازاي بقى؟ تعرف مثلا تقول مثلا ايه، انا بجيب الداتا مثلا 2023 دي منين؟ اسحبها من اي سيستم؟ طب هل في مثلا سيستم مثلا مسجلين عليه 6 شهور، وسيستم التاني مسجلين عليه 6 شهور الباقيه، وهكذا. ده كده الستيب 2 اللي هي كولكت ذا داتا، اللي هي تجميع البيانات، بتجمع البيانات اللي على حسب السؤال. تالت حاجه بقى الكليننج داتا. الكليننج ده امر مفروغ منه، لان انت ساعات يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بعملها، مثلا كنت بجمع داتا من مديرين مناطق، يعني اللي شغال في السيلز هيفهم حاجه زي كده.
فكنت بجمع داتا من مديرين مناطق، فكان في ناس حاطه لي الاوفر تايم للبياعين مثلا اتنين، فاتنين دي المفروض ان هي 2 يوم، فاحنا متفقين ان هي 2 يوم، الاقي مثلا وانا ماشي الاقي مثلا واحد حاطط لي 450، اكيد ده مش 450 يوم، انت فاهمين قصدي ايه؟ بيبقى 450 جنيه صح؟ الو السلام عليكم، ايوه تمام مع انتوا حضرتك يا دكتور، كويسين؟ تمام. انتوا يعني انتوا، انا عارف انتوا بتسمعوا بس يعني خليكم بس معايا. ها تمام يا الداتا دي ان انتوا بتعرفوا تظبطوا الداتا بحيث ان كل العمدان تبقى تحت بعض، في حد كل العمدان تبقى تحت بعض، كل الدنيا تبقى مظبوطه. تمام. الخطوه الرابعه تانالايز بقى الداتا، انت مثلا تشوف مثلا التحليل بتاعك انت عايز مثلا تطلع ايه بناء على السؤال الاولاني خالص ده. واخر حاجه خالص الخمسه فيجواليزيشن، كلمه فيجواليزيشن كلمه كبيره قوي، فيجواليزيشن يعني ان انتوا تعملوا داتا مرئيه، تعملوا مثلا زي بار تشارت كولوم تشارت، وده اللي ان شاء الله هنشرحهم في الكورس باذن الله، اللي انت تعرف ازاي تعمل رسم بياني يبين ويوضح لك شغلك او يوضح شغل اللي انت عايز توريه للمدير. تمام كده يا شباب، تعالوا بقى ننقل على اللي بعديها. بسم الله، ايه هي انواع تحليل البيانات؟ بصوا انتوا هتكون عارفينها بس انا يعني انا مرضتش اجيب المسمى بتاعها، يعني ايه التحليل الوظيفي مثلا، التحليل الوصفي قصدي، مرضتش اجيب كلام علمي، انا جبت اسئله او امثله من الحياه تفهمكم. التحليل الوصفي ده اللي هو زي ما احنا عارفين كده، مثال شركه الملابس دي اللي هي من الاخر بتعرف احنا بعنا ايه، اللي احنا بعناه، ايه الاقسام اللي باعت، وهكذا، تحليل كده شامل كبير، فاهمين قصدي؟ يعني تحليل كبير. فنيجي ننقل بقى اسمه تحليل وصفي او اسمه ديسكريبتيف اناليتكس، اللي هو وات هابند، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا بعنا مثلا بمليون جنيه مثلا ملابس، مثلا ب 300,000 جنيه مثلا شوزات وهكذا. التحليل التشخيصي اللي هو واي ديد ات هابن، ليه حصل كده؟ فده على فكره يا جماعه انتوا كلكم بتعملوا الحاجه دي، كلنا بنعمل كده. يعني مثلا نفترض انت عندك مثلا محل، المحل النهارده مثلا باع الشهر ده مثلا ب 100,000 جنيه، رقم حلو جدا، محل ملابس. جيت مثلا الشهر الثاني لقيته باع مثلا ب 70,000، فانت بتقول ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ فاهمين؟ ايه اللي حصل؟ طب وبعد كده بقى تبتدي تخش بقى تتعمق اكتر، اللي هو ايه؟ التحليل التشخيصي اللي هو دايجنوستيك اناليتكس، اللي هو ايه بقى؟ هل مثلا في حاجه، مثلا في مشكله مثلا انا عملتها، هل مفيش مخزون، هل مثلا انا عليت الاسعار لدرجه الناس ما بقتش تيجي تشتري مني، هل مثلا في منافس ثاني فتح جنبي فبقى يضرب معايا في الاسعار، فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني بصوا بيقولوا ايه، لو نفس شركه الملابس لاحظت ان مبيعاتها قلت في شهر معين، هنستخدم التحليل الشخصي علشان تفهم ليه ده حصل. ممكن يلاقوا ان السبب هو نقص في المخزون، او حمله تسويقيه مش ناجحه، او حتى منافس جديد دخل السوق، فاهمين قصدي يا شباب؟ نيجي بعد كده بقى للتحليل التنبؤي اسمه بريدكتيف اناليتكس، اللي هو بقى ايه، اللي هو ايه اللي هيحصل في المستقبل. انت مثلا بتحلل مثلا بيانات السنه اللي فاتت او الشهر اللي فات، وبتبتدي تتوقع الشهر اللي بعديه، اسمه تحليل تنبؤي، بتتوقع اللي قدام، وبتشوف مثلا ايه الاتجاه بتاع البلد ماشي ازاي، هل مثلا الاسعار بتزيد، فانت هتبتدي مثلا ايه تقول ايه، ده انا هزود مثلا 20% زياده عشان الاسعار كده كده هتزيد، فانا بامن نفسي وهكذا. انتوا معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور، انتوا تمام صح؟ يعني انتوا تمام، في حد وقع منه حاجه يقول لي، عشان معاك يا دكتور، عشان لو في حد وقع منكم حاجه يقول لي. تمام يا شباب، تمام كده يا شباب. هنيجي بقى، طب انا اقول لكم على حاجه كده عشان اشوفكم مثلا معايا صحيين ولا لا. ايه التحليل التنبؤي اللي ممكن يحصل في الشتاء اللي جاي؟ ها، هل الشتاء اللي جاي هيبقى جاي ساقع؟ شكله كده هيجي اللي في التقلبات بكلمكم على كده والمناخ. ايوه فندم، حضرتك سامع؟ قول يا تامر، قول يا تامر. هو طبعا التقلبات اللي حصلت في الصيف السنه دي والتغير المناخ ده يخلينا متنبئين ان الشتاء اللي جاي هيبقى مختلف تماما عن اللي فات. يعني تتوقع ان هو هيكون ساقع ولا سخن؟ يعني هتكون ساقع ولا سخن؟ ولا هيكون يعني قصدي هل الشتاء اللي جاي هيكون جاي طويل زي من 20 سنه، ولا هيكون
مثلا ممكن يكون مثلا شهر 11 و12 بس. لا انا اعتقد انه هيبقى طويل مش عارف. ها حد متفق مع تامر؟ بنعمل تنبؤات الشتاء هيبقى لأقصر فترة فاتت، وبعد كده بنشوف القياسات بدايتها آخر 6 شهور، نقدر نتنبأ للثلاث أربع شهور اللي جايين بعد كده في الشتاء. بص يا شباب انا اقول لكم على حاجة، هو بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي موجود دلوقتي في العالم صح كله، فدوت بيدينا التنبؤ ان الشتاء هيجي اقصر صح وفترات الصيف هتبقى اطول. بص يا شباب خليل، بصوا انا متفق مع خليل، انا مش مختلف مع حد، بس انا متفق مع خليل. ليه بقى؟ لو تلاحظوا الاحتباس الحراري وخرم الاوزون والتفاصيل الكتيره اللي عندنا دي، والجو الحر، درجات الحراره اللي كانت عاليه قوي دلوقتي، انتوا لو تلاحظوا يا جماعه احنا وصلنا دلوقتي 45 درجه حراره، فبنسبه كبيره بنسبه 70% كمان او 75% ان الشتاء اللي جاي هيكون جاي مش هيكون طويل زي زمان، زي زمان بقى اللي هو ايه لما كان من 20 سنه. تاني حاجه هيكون درجه حرارته مش هتكون ساقعه جدا زي زمان برضو، يعني درجه حرارته من الاخر ممكن تلبس فيها قميص وتنزل، مش زي زمان مثلا كنت ممكن تلبس قميص وبلوفر وجاكيت وتلبس جزمه سيفتي في رجليك عشان الطينه والميه. فاهمين قصدي ولا لا؟ انتوا معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. وده بيدي وتوقع حضرتك، توقع حضرتك ممكن يدي لشركات الملابس بقى ان هم يغيروا بالظبط. كويس التنبؤ بتاعهم كويس صح. فيضطر بقى يعمل ايه؟ يضطر مثلا ايه يقول لك مثلا ايه، طب انا هقدم مثلا جواكت الشتاء مش هتبقى غاليه زي الاول، يعني مثلا اعمل جواكت مثلا تكون ترندي مثلا وتبقى خفيفه شويه، ما تبقاش تقيله قوي زي زمان. يعني لو تلاحظوا ما ينفعش تبقى انت قاعد في روسيا وتعمل جواكت زي اللي بتعملها في مصر، لان روسيا تلج بيلبسوا جواكت بتبقى الجاكيت لوحده تقله حوالي 15 كيلو. فاهمين قصدي ايه؟ فانت لازم تبقى يعني تبقى بتشوف. فهو ده اللي انا قصدي عليه، يعني انا بس كنت بديكم كمثال بس. التحليل بقى التوجيهي اللي اسمه بريسكريبتيف اناليتكس، اللي هو من الاخر مش انا عرفت ايه اللي هيحصل الشهر الجاي مثلا، ابتدي بقى اوجه بقى ايه وسائل الاعلام، مثلا اوجه مثلا حملات تسويقيه، اعمل مثلا بروشور، اعمل اعلانات. بصوا انا جايب لكم الاربع تحليلات دولت، ده اللي بيحصل في اي، على فكره يا جماعه هو ده بيحصل معاكم كلكم، يعني انتوا اي حد بالطبيعي كده لما يعرف مثلا مبيعات يقول لك مثلا ايه، طب ايه اللي حصل، اللي هو الديسكريبتيف اللي هو الوصفي، فانت تقول له مثلا احنا بعنا مثلا 100,000 جنيه وهكذا، طب الشهر الجاي، طب ايه اللي حصل بقى، ليه ده حصل، او ليه المبيعات قلت، او ليه المبيعات زادت برضو، ما هي مش لازم تكون قلت، ما هي ممكن المبيعات تكون زادت. انت فاهمين قصدي ايه؟ كان مثلا كان في منافس جنبنا ومشي، كان في مثلا حاجات كتيره حصلت واختفت. فاهمين قصدي ايه؟ دي الاربع تحليلات اللي ممكن تمشوا عليها، اللي اسمها تايبس اوف داتا اناليسيس او داتا اناليتكس. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام كده تمام. يلا بينا على اللي بعديها. اهو ما الفرق بقى، ايه الفرق ما بين الداتا اناليسيس والداتا ساينتست والداتا انجينير او ام ال انجينير؟ بصوا يا شباب نبتدي الاول بالداتا انجينيرنج. تمام. الداتا انجينير من الاخر عامل اللي هو بيعمل اعمده، هو من الاخر بيبني الاساسيات بتاعه الداتا. لو تلاحظوا اهو بيكون بانشاء قواعد البيانات واتمتت عمليه جمع البيانات وضمان جودتها وتوفرها. اتمتت دي يا جماعه لما جيت ادور عليها يعني دي اللي بتعمل اوتوميت اوتوميشن، يعني اتمتة. تمام. ده من الاخر ده الراجل اللي بيرسم لنا العماره او بيبني لنا العماره اللي هتخش فيها الداتا، خلاص ده اسمه داتا انجينيرنج. خلاص. بعد كده داتا ساينتست. الداتا ساينتست يا جماعه بيبقى اعمق شويه عن الداتا اناليسيس، لان هو بيبقى عنده داتا كبيره، عنده قصدي تولز كتيره جدا، وكمان ده اللي بيتنبأ فعلا بالحاجات بناء بقى على الالجوريزمز وحاجات زي كده كتير. الداتا ساينتست يا جماعه اللي هو بيستخدم الجوريزم وبيستخدم استاتستيكال قوي وحاجات احصائيه جدا، وبيبص على تفاصيل كتيره اكتر بكتير قوي، وكمان بيستخدم حاجات في الاي اي. فاهمين؟ فالداتا ساينس. اما بقى الداتا اناليسيس او الداتا اناليتكس او الداتا اناليست ايا كان هو ده بقى اللي هو احنا، انا ايه اللي جابني هنا؟ هو فعلا ده بقى بيستخدم بقى ادوات تحليليه بقى كتير عشان بيستخرج معلومات وهكذا، وكمان بيقدم بقى التقارير بتاعه الفيجواليز وتقارير عموما، لان احنا يا جماعه بنقدم يعني
يعني مفهوم ممكن تكون انتوا فاهمين ان الداتا اناليست ده بيعمل داشبورد وخلاص، لا هو بيعمل كذا حاجه تاني، بيشوف داتا، بيقدم ريبورتات عموما، مش لازم يعمل داشبورد او يعمل رسوم بيانيه عشان ايه يعملها. تمام كده؟ ده بتاع الخلاصه بقى. نعم، ده بتاع الخلاصه. بالظبط، ده بتاع الخلاصه بالظبط. تعالوا بقى نيجي بقى هنا للتولز اللي بيستخدمها محلل البيانات. بصوا يا شباب، في يعني حد سرع حرج. على فكره انا لسه من يومين لسه كنت مكتشف ان في برنامج اسمه اولتريكس، لو حد سمع عنه. اولتريكس ده بيعمل اوتوميشن للداتا وكده، يعني انا كنت قاعد بتفرج عليه كده، كان فيديو كده اسمه اولتريكس ALTREX، اسمها اولتريكس او اولتريكس. تمام، هو بيستخدم كذا حاجه الداتا اناليست ده، بس طبعا هو في اكسل وفي سيكوال وفي فيجوالايز اللي هو مثلا باور بي اي او تابلو، وفي بايثون وار، وفي بيج داتا بقى اللي هو بقى مايكروسوفت ازور وجوجل كلاود بلاتفورم. عارفين يا جماعه اي دبليو اس يعني ايه؟ اي دبليو اس، حد عدى عليه الجمله دي قبل كده؟ اي دبليو اس. طب حد عارف اللوجو ده، اللوجو اللي هو علامه السهم اللي طالعه دي ايه؟ اكيد قابلتوها. هي اي دبليو اس اللي هي امازون ويب سيرفيسز. الله عليك. اللي انتوا بقى يا جماعه او ممكن بعض الناس منكم ما تعرفوش، ان شركه امازون مش بتبيع منتجات بس، شركه امازون اخر سنتين بقت مبيعاتها وصلت اعلى بكتير جدا في موضوع الكلاود ستورج اللي هي الخدمات السحابيه. يعني شركه امازون اللي انتوا ما تعرفوش مش شركه متجر الكتروني اللي هو بيحطوا عليه المنتجات وتشتري وتبيع وكده، لا 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 خالص. شركه امازون بقت كمان في كلاود، يعني انت ممكن تيجي تشتري من عندها سحابه الكترونيه وتخزن عليها الداتا بتاعتك. فاهمين فاهمين يعني ايه كلاود ولا لا؟ لا. نعم، لا للاسف. بص يا عفتاء، الكلاود ده بص فيرتشوال ستوريج. بص يا شباب الكلاود عامل زي الهارد بالظبط. الهارد اللي يكون في اللابتوب بتاعك بس على النت، حاجه كده بتبقى اسمها فيرتشوال. فيرتشوال يعني وهميه. بتبقى حاجه كده وهميه على النت، بيديك مثلا تيرا 2 تيرا 500 جيجا وهكذا، وتقدر تخزن بيها الداتا عندك على النت. تمام كده يا فتاح؟ كانه هارد بس على النت. الو، فيرتشوال ستورج. ايوه انتوا كده كويسين يعني؟ انت تمام؟ حد معايا تاني ولا ايه؟ تمام يا فندم. واحد قصدي ابو واحد، معلش ابو واحد، انت معايا ابو واحد؟ مع حضرتك. هو دوت حضرتك بتلجا ليه بعض الشركات اللي بتقدم خدمه السيستم للشركات ان هي بيبقى عندها كلاود بتخزن عليه الداتا، بدل ما يبقى فيه جوه الشركه كذا سيرفر و وهاردس وكده يخزنوا عليه الداتا عشان يسترجعوا. أيوة تاني. ايوه طبعا، ويقدر ياكسس عليه. ايوه طبعا، ويقدر ياكسس عليه من اي حته في الدنيا. يعني انت لما بيكون عندك الداتا عندك على النت تقدر توصل لها من اي حته في الدنيا. تمام كده يا شباب؟ يعني انت نقدر نقول زي جوجل درايف كده مبدئيا. جوجل درايف، دروب بوكس، ازور. دروب بوكس كان قديم شويه. ما هو كله كده على فكره، مش قديم. انت معانا يعني، قصدي ايه؟ جوجل درايف بقى احسب عليها بقى 5000 حساب جوجل درايف. نعم. طب انا اقول لكم على حاجه تقدروا تستخدموها وببلاش. اسمعوني بقى كده، في حاجه اسمها تيرا بوكس. حد سمع عن البرنامج ده قبل كده؟ سمعنا عنده، بيستخدم لتحميل الافلام. الناس اللي بتقعد تتكلم ولا هو اتكلم كده عمر، اتكلم كده قصدي تامر. دكتور تيرا التيرا بوكس يا فندم، ده مساحتها قد ايه؟ تيرا بوكس، تيرا يعني 1000 جيجا. تيرا تمام، حلو قوي. يعني احنا بنتكلم على جوجل درايف كان بيتكلم على 15 جيجا يعني. ايوه دي حاجه لا تذكر، بص 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 يا تامر، الجوجل درايف 15 جيجا تمام جدا، وانا ما بقتش استخدمه مثلا خالص. تيرا بوكس ده 1000 جيجا. 1000، انا برمي عليه كل حاجه. فاهم؟ اتفضل عمرو. معلش سؤال، بالنسبه للتيرا بوكس حضرتك، ده حاجه مضمونه ولا تيجي بعد فتره وتقفل زي كده؟ لا انا عن نفسي مضمونه. لا مضمونه. انا بستخدمه عموما، يعني انا برمي عليه حاجات في الشغل كلها.
تمام، قصدي بقاله سنين يعني شغال، مش جديد. لا مش سنين ولا حاجه، انا اكتشفته من سنه. اه تمام كده يا شباب. تمام انا بعد اذن حضرتك بس بالمناسبه، بس هو دي فيز ده أقدر أحمل عليه، أقدر أحمل عليه كل شغلي ويكون موجود ويكون أمان بالنسبة لي. يا تامر يا تامر، أنا بتكلم في ألف يا تامر، ألف جيجا يا تامر، مهما كان شغلك. شغلك إيه؟ أنا بتكلم على سيفتي، أنا مش بتكلم على المساحة خالص، أنا بتكلم على سيفتي. والله هو سكيورتي كويس، أنا ما قابلتش منه مشاكل، ما شفتش منه هاكرز، ما شفتش منه حاجة تخص السايبر سكيورتي، الدنيا تمام والله. تمام تمام. ننقل بقى على اللي بعديها بقى، واللي جاية ده بقى ضرب نار. التولز فور Data Analytics، احنا طبعا شفنا دي التولز بتاعتهم، احنا بقى نستخدم التولز الاثنين دول بس، Excel والحمد لله Power BI. بصوا بقى يا شباب بقى، خلي بس اسئله بس لحظه بس في الاخر. بصوا الباور بي اي، الاكسل طبعا باور بي اي لا غنى عنهم تماما. الاكسل بيكون اداه تحليليه لتحليل بيانات واداره الجداول، وكمان فيها فيجوالايز، وكمان فيها ريبورتات متقدمه. الباور بي اي بيوفر امكانيه متقدمه لتصور البيانات وانشاء تقارير تفاعليه. اه بس برضو الاكسل برضو جامد وشبح، والاكسل برضو يقدر يفيدك في حاجات كتير قوي. تمام، ده طبعا نبذه عن الاكسل ويقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه، ودي نبذه عن الباور بي اي. انا بس حبيتكم بس اوريكم بس الحاجه، وكده كده نشرحهم بالتفاصيل التفاصيل. تمام، نيجي بقى هنا، احنا هتشرح لنا ايه يا دكتور في الاكسل؟ اكسل انترميديت. انا قلت بقى ان انا هشرح لكم، مش هشرح لكم بقى في الاول خالص لان يعني ايه اكسل والكلام ده، انا هشرح لكم الحاجات المتوسطه اللي هيتم شرحه ان شاء الله في الاكسل. هيتم شرحه اللي هي الرود ماب دي، اللي هو الاكسل ادفانسد وفورمولا وهكذا، وهنمشي نمشي نمشي من لحد ما نوصل لباور كويري وباور بيفوت وحاجات كده كتير قوي. فخلاص نوقف بقى هنا كده، علشان اللي جاي هنستخدمه هنا. لحظه بقى عشان ايه، يلا بقى عشان نستخدمه اهو كده. احنا سيشن رقم كام؟ احنا النهارده كام؟ النهارده 9 89 النهارده 9 عشان نكتبها بقى كده، سيشن 9 8 20 4 20. نعمل لكم بقى دلوقتي ال، هو في تسجيل؟ اه والله في تسجيل، بسجل والله. انا عامل بس ستوب شير لحظه عشان اخش لكم بقى على اللي جاي ده. جميل قوي، نعمل بقى كده اهي بس كده. يلا بينا يا جماعه، شايفين اللي انا شايفه؟ تمام تمام. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنبتديها في الاكسل باذن واحد احد الاف، قاعده اف. قاعده اف اللي حضرها معايا اذا كان عبد الواحد او بدوي، وفي ناس ثانيه ان شاء الله هشرح لهم يعني ايه قاعده اف. قاعده اف يا جماعه من صح، لو اللينك خرج خشوا عليه تاني وهكذا. قاعده اف يا شباب بيكون دي قاعدة في كل برامج، كل لغات البرمجة موجود فيها قاعدة اف. كل لغات البرمجة موجود فيها قاعدة اف يا شباب. تمام، فهنبتدي بقى نتكلم في قاعدة اف. قاعدة اف دي يعني ايه؟ يعني من الاخر يا محمد، لو جالك بتاع الكهرباء يعني النهاردة هيجي بتاع الكهرباء، طب تمام، لو جه ادفع الايصال بتاع الكهرباء، طب تمام، طب لو ما جاش ما تدفعش. دي كده قاعدة اف. قاعدة اف يا شباب من الاخر بيديك الشرط، الشرط اللي هو ايه؟ بتاع الكهرباء. تمام، طب لو جه، لو الشرط ده اتحقق يعني، لو بتاع الكهرباء فعلا جه يبقى ادفع الايصال. طب لو بتاع الكهرباء ما جاش يبقى ما تدفعش. نعم، انتوا كده. هو اف دي بتشيل كام شرط؟ لا دي بتشيل شروط، ده بتشيل شروط. تمام كده يا شباب، انتوا كده فاهمين كده يا شباب اللي انا بقولته ولا لا؟
الو تمام يا دكتور. تمام يا بصوا يا شباب، هنا مثلا اهي قاعده اف اهي عشان تشوفوها حتى بشكل اكسل. بيقول لك ايه، هل بي 2 اكبر من 80؟ يعني بي 2 اهي دي 88. بيقول لك ده اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست اللي هو ايه؟ الشرط. حط الشرط بتاعك، هل بي 2 اكبر من 80؟ فبيقول لك فاليو اف ترو. طب لو هي فعلا صح، يعني لو فعلا البي 2 اكبر من 80 حط لي جود اللي هو الشرط لو اتحقق. طب لو الشرط ما اتحققش حط لي باد. تمام كده يا شباب؟ هي مكونه من ثلاث حاجات، الشرط ولو الشرط اتحقق ولو الشرط ما اتحققش. تمام كده يا شباب؟ تمام يا محمد. تمام. او بصوا مثلا، تعالوا اهو مثلا في دي، اف سي 2 بتساوي نعم، هل سي 2 بتساوي نعم؟ اكتب لي بعد كده كومه، قال لي اكتب لي واحد. طب ولو ما بتساويش نعم اكتب لي اثنين. تمام؟ تمام. تعالوا بقى نخش بقى ايه؟ وفي طبعا كذا اف في بعض اللي هي تشيل اكتر من شرط وهنشوفها دلوقتي. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نخش على اف اهي. بصوا يا شباب، بيقول لي ايه؟ بيقول لي تارجت اتشيف. هو دلوقتي دي مبيعات محمد واحمد وابراهيم واسماعيل، دي المبيعات بتاعتهم. فبيقول لي ايه؟ لو المبيعات دي قد التارجت او اكبر منه فهو كده حقق التارجت على الاقل. طب لو اقل من التارجت يبقى هو ما حققش. صح ولا غلط شباب؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله ده دلوقتي؟ تمام. يعني هو لو حقق التارجت ده او اعلى من التارجت فهو الراجل ده حقق. طب لو ما حققش يبقى الراجل ده ما حققش. طب تعالى نكتبه، بيساوي اف اي اف اف اي اف، وبتفتح كوس عادي خالص اهي. اول ما بتدوس كلمه يساوي، اي حاجه بتتكتب في الاكسل، اي معادله بتبتدي بيساوي. يساوي اي اف اي اف اي، اول واحده تدوس عليها دبل كليك اهي. تمام. اول حاجه اللوجيكال تيست، لو تلاحظوا دي فاضيه، يعني لما باجي اقف على اللوجيكال تيست بيجيب لي عليها علامه زرقاء اهي. تمام. طب واللي بعديها بتبقى فاضيه. طب اللوجيكال تيست بقول له ايه؟ بقول له هل ده اكبر من او يساوي ده اكبر من. انتوا اكيد فاهمين انا بقوله صح؟ تمام. اكبر من او يساوي ده، اذا لو اكبر من او يساوي اذا اكتب لي اتشيف. يعني اتشيف اللي هو ايه؟ يعني حقق. اتشيف. طب لو لا، ادوس كوما. بصوا بعد الترو دي في كوما اهي، دوس كوما اهي. طب لو لا اقول له نوت اتشيف، نوت اتشيف. الكلام يا جماعه في الاف بتتحط ما بين دبل كوتيشن اللي هي شيفت، مثال شيفت طه. تمام كده يا شباب؟ اللي هي اي كلام بيتكتب لازم يتحط ما بين دبل كوتيشن اللي هي شيفت طه. تمام. ونروح قافلين الكوس. بس قبل ما نقفل الكوس، اخر بس حاجه، ان لما انت بتيجي تنزل بالمعادله دي هتبقى ثابته، دي هتقدر تنزل معاك، فدي هتبقى فاضيه، فاحنا عايزين نثبت دي كده. فعشان نثبتها عامل عليها الدولار ساين. صح. ندوس عليها اف 4، ندوس على اي 2 دي كده اف 4 وندوس انتر. حتى انا كاتبها لك اهو، نضغط اف 4 علشان نثبت الخليه، علشان لو نزلنا او طلعنا في الخليه دي تكون ثابته، الخليه دي. تمام. ونروح ساحبين، شايفين علامه الزائد دي كده، في علامه زائد اهي، نروح ساحبينها لتحت كده. فقال لي ان ده نوت اتشيف. نوت اتشيف ده اتشيف اهو، ما هو ده 300 وهو تارجته كان 300، فهو كده حقق. ده عمل 350 وفوق 300 فبرضه ده حقق. الكلام كده واضح؟ تمام. نخش على بعديها على طول. يلا تمام. 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 بصوا يا شباب بقى، تعالوا ننقل بقى اللي بعديها. يلا بقى بصوا بقى اللي بعديها دي بقى ايه. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان درجات العملي والنظري ومجموع الدرجات والنتيجه وهكذا. وبيقول لك ايه؟ ان اذا كان اكبر او يساوي 60 يكون ناجح. طب عايزين نجيب مجموع الدرجات هنعمل ايه؟ ها، ممكن حد يساعد؟ ممكن اساعد. يلا بينا. صم. كويس قوي. يلا يبقى بيساوي صم
ونعلم على الاثنين دول كده وندوس انتر ونقف هنا كده. هننزل بيهم صح كده ننزل كده ايوه اهو دبل كليك اهي عليها فكده نزلت للاخر. وبعد كده نعمل ده للشيفت بالظبط. الله ينور عليك. ندوس اف يساوي اف اهي. هل ده اكبر من او يساوي 60؟ يساوي 60. اه اذا بقى ندوس كوما كوما عشان ننقل على الشرط اللي بعديها. يكون ناجح. ناجح هتبقى ما بين كوتيشن ناجح. طب لو لا نعمل كوما تاني بعديها يبقى راسب. وبعد كده نقفل القوس وندوس انتر ونقف هنا. بصوا يا جماعه تلاقوا علامه زائد اهي ظهرت في الاخر خالص اهي. دوس عليها دبل كليك اهو كده ظهرت اهي. بصوا الراسب ده ليه عامل 34 فده اقل من 60. طب ده 56 اقل من 60. طب ده 85 ده اعلى من 60 فجاي عليه ناجح اهو. طب تعالوا هنا في ال 70 دي كده مثلا نكتب مثلا وليكن 60. ها لو انا كتبت 60 ايه اللي هيحصل؟ يكون راسب. لا ناجح لان هو بيساوي كمان لان انا قلت له اذا كان اكبر من او يساوي 60 صح كده تمام. الله ينور عليك. تعالوا بقى ننزل بقى اللي بعديها الجميله بتاعتنا دي اند فانكشن. اند يا جماعه اللي هي و بيقول لك ايه اند فانكشن ريتيرن او تجيب نتيجه اذا كان اول كونديشن ار ترو. حتى بصوا عامل لكم علامه بالله بالاحمر اهو اول كونديشن يعني كل الشروط اللي انت حاططها لازم تتوفر. يعني مثلا تقول له ايه انا عايز واحده يعني مثلا ايه هتقول له مثلا هل شيرين انا عايز مثلا واحده اسمها شيرين وتكون مثلا وليكن بيضه مثلا بشرتها بيضه تمام. فهو هيجيب لك هيجيب لك الشرطين دول يعني مش هيجيب لك شرط وشرط فاهمين لازم يحقق الشرطين تمام. فتعالى هنا يعني انا اجيبها لك بس شرح بس انا اجيبها لك هنا. هو بيقول لك ايه هو انا عايز بيقول لك فاير طيب اند مور ذان 70. الطيب يبقى فاير وكمان ده يبقى اكبر من 70. حد يجي يساعد ولا ايه؟ ولا انا اكتب انا وانتوا تشوفوا. يساوي اند ده بيساوي كلمه فاير. فاير لازم تتكتب ما بين كوتيشن اهي دبل كوتيشن هو فاير وندوس كوما تاني ويقول لي ايه السبيد يكون اكبر من 70. اكبر من 70 طبعا دي مش هينفع تحط ما بين كوتيشن صح يا شباب ولا ايه؟ 70 مظبوط عشان الرقم صح. ونقفل القوس وندوس انتر ونسحب لتحت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا جاب لي ترو اهي لان دي اسمها فاير واكبر من 70 ودي فاير واكبر من 70 فكده جاب لي ايه؟ الاند بتاعتها اسمها اند يعني لازم شرطين يتحققوا اكتر من شرط طبعا. مش حضرتك زي زي اف هي اند ما انا ما احنا هندخلها في اف تمام كده يا شباب؟ انتوا معايا صح؟ تمام معايا تمام. ننقل بقى اللي بعديها لو البتاع فصلت خشوا عليها تاني خشوا على اللينك تاني. دكتور استاذ محمد ممكن نعدي تاني معلش؟ ماشي اهو تعال نمسحها تاني ونعدها. بيساوي اند رئيس هنروح عاملين شير اهو كده ونروح جايين لدي. يلا شباب مين اللي كان بيقول لي انا عايز نعيدها تاني الحته دي؟ تمام حضرتك يلا اهو بينا. بص هندوس يساوي اند اهو على طول من الاخر. بص اند دي تحقيق. بص اي شرط انت هتحطه في كلمه اند او في معادله اند لازم الشرط ده يتحقق لازم تمام؟ تمام تمام. اند وادوس عليها دبل كليك اهو. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي اهو بيقول لي اهو او هنا فاير تايب اند مور ذان 70 يعني تختار لي من هنا حاجه اسمها فاير ويكون اكبر من 70 تمام؟ تمام كده كويس ولا ايه؟ تمام معاك ماشي. هندوس على دي كده ونروح دايسين يساوي عشان نختار كلمه فاير. فاير اهي نكتب فاير بقول له هل الخليه دي بتساوي كلمه فاير؟ تعال نوسع شويه كده عشان ايه اخليها بس تبقى باينه اكتر اهي واهي ونخلي دي واسعه شويه اهي بيساوي اند بقول له هل الخليه دي بتساوي كلمه فاير بعد كده كوما تانية كوما عشان ننقل على الشرط اللي بعديها انت شايفها هي ده اهي يبقى انا كده عندي شرط وده الشرط التاني
واقول له ده الخليه دي تبقى اكبر من 70، واقفل القوس ودوس انتر. دكتور ينفع نحط كلمه بدل ترو فولس؟ يعني بدل ما تطلع لي ترو فولس مثلا تحقق او لم يتحقق مثلا؟ عينيا ليك، اصبر بس اصبر، ده انت يعني جايين اصبر. خلاص انا بس بوريكوا بس المعادله، انت صح انت كلامك صح، بس انا بس بوريك المعادله، فاهم قصدي؟ تمام، وهنروح ساحبين لتحت كله فولس فولس فولس، جاي هنا ترو، ترو دي اللي هو فاير واكبر من 70، ودي فاير واكبر من 70. تمام تمام كده يا شباب. الو تمام. طب لو انا كتبت هنا فاير، طب لو انا كتبت هنا فاير ايه اللي هيحصل؟ ها اقرا له ترو. لا مش هتتحقق، مش متثبته صح؟ 60 مش هتتثبت. طب استنى استنى لحظه، طب ادوس فاير اهو، دوست فاير اهي، بص دوست فاير وما حصلش حاجه. مفلس. ليه؟ عشان خاطر ياسر. لا عشان هي اقل من 70. ايوه عشان 60 اقل من 70. اسمعوني يا شباب، لازم الشرطين لازم الشرطين يتحققوا، خلاص كده بالظبط. تمام كده يا شباب تمام. طب تعالى بقى في اللي بعديها، يلا بقى اللي بعديها. اور، اور دي بقى يعني ايه؟ يعني او، حد هي بيقول لك ايه؟ اور فانكشن ريتيرنز ترو اف اني اوف كونديشن، اني اي شرط يتحقق. يعني انت لو حطيت شرطين لو واحد منهم اتحقق هتوافق. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. السلام عليكم، يلا بينا ولا ايه؟ تمام يا جماعه يا شباب يلا بينا. بص بيقول لي ايه بقى، بيقول لي ووتر تايب اور مور ذان 60% ديفنس، اللي هو لا اما هنا كلمه ووتر لا اما هنا 60 اكبر من 60. ثاني ثانيه 4. ايه يا ابو واحد انت بتكلم، انت بتكلم اليين ولا ايه يا ابو واحد؟ تمام كده يا شباب. انها ثالثه وثلاثه وقطع دقيقه مساء. تمام يلا بينا نساوي اور، كلمه اور اهي، اور اهي، دوس عليها الدبل كليك. دي بيقول لي دي بتساوي كلمه ووتر، ووتر هنروح يساوي دبل كوتيشن ووتر وكوما، ودي اكبر من، بيقول لي لو دي اكبر من او اكبر من 60. ركزوا بقى في اللي جاي ده عشان اللي جاي ده حلو قوي، تعالوا بقى نسحب كده ونشوف ايه اللي حصل. بصوا هنا مفيش ووتر بس هنا اكبر من 60، هنا مفيش ووتر بس هنا اكبر من 60، هنا في ووتر واكبر من 60 بالظبط. طب هنا لو في ووتر مثلا وكتبت هنا 30 40 مثلا هيخليها ترو. ليه؟ لان هنا في شرط منهم اتحقق. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. يلا على اللي بعديها، يلا نستد اف، لا اله الا الله. نستد اف او اللي هي اف المركبه اللي انت فيها اكتر من شرط في اف، اللي انت بتدخل اف في اف في، يعني تقعد تقفف كل شويه. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالى بقى نوسع دي كده عشان هنحتاجها يعني. بيقول لك ايه؟ احسب نتيجة كل طالب علما بأنه يكون ناجح إذا كانت درجته أكبر من أو يساوي 300 ويكون راسب إذا كان أقل من ذلك. طب تعالى بيقول لك المجموع ده، النتيجة أهم حاجة، النتيجة لو ده أكبر من أو يساوي 300 يبقى ده كده ناجح. تمام كده يا شباب؟ تمام يا أستاذ محمد. تمام، ولو اكبر من 300 طبعا يبقى 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 يعني ناجح، ولو اقل من 300 يبقى راسب. طب تعالى نعملها، هنقول يساوي اف ونعمل دي كده، لو ده اكبر من او يساوي اكبر من وجنبيها يساوي 300، اذا اذا ايه؟ ها كوتيشن صح، دبل كوتيشن صح، اذا ناجح جدع صح ناجح، ونقفل الكوتيشن بعد كده كومة تانية. طب لو لأ يبقى ايه؟ راسب صح. الله ينور عليكم، انا بحبكم والله. ونقفل الكوس اهو وندوس انتر ونسحب المعادلة الجميلة دي كده اهو. بصوا راسب اهو، راسب ليه؟ عشان اقل من 300، وده راسب ليه؟ عشان اقل من 300. تمام كده يا شباب؟ تمام. نيجي بقى على اللي بعديها، اللي بعديها القمر بقى، القمر اللي بعديها ده اللي بيبقى حلو ده. بصوا يا شباب،
التقدير. التقدير ده بقى اللي خسرنا بقى فعلا، اللي بيخسرنا فعلا كتير. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا بيقول لك ايه بقى، ويكون راسب اذا كان اقل من 300، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 305، ويكون مقبول اذا كان اكبر من 300، ويكون جيد اذا كان اكبر من 300 اكبر من او يساوي 350، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450، ويكون تقدير اذا كان 550 فيما فوق يبقى امتياز. حد عنده فكره هنعمل ايه عشان الموضوع كبر؟ بص يا دكتور، احنا ممكن معلش يعني ممكن نعمل جداول او مربعات خليات نحط فيها التقديرات دي على جنب، وناخد منها المعادله ونثبتها لكل خليه احنا هنكتب فيها التقدير. والله انا من... والله انا بحبك. الله يخليك يا دكتور. بص هو فعلا كلامه صح. بص يا شباب، احنا هنعمل لقطه حلوه قوي كده وانتوا هتشوفوا احنا هنعملها ازاي عشان تبقوا شايفين. احنا افس صح، صح افس، بس اماني صح يا جماعه بتتكلم في افس. افس يا اماني مش موجوده في كل الفيرجنز بتاعه المايكروسوفت. يعني اف سي دي متهيألي من اول 2019 او 2021، فمش موجوده في 2013 و 2016 وكده، فمش كل الناس عندها افس. صح، انت كلامك صح. ف تعالوا بقى نبص يا شباب. صح، هو كلامه صح. تعالى كده نبص لها كده من حته ايه، يكون تعالى نعملها في حته الصغيره دي كده عشان تظهر. نعملها هنا كده، يكون راسب اذا كان كام اقل من 300، ومقبول لو اكبر من او يساوي 300. صح كده، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450، ومن فوق ال 550 او يساوي 550 ده كده امتياز. عشان هنكتبها هنا مقبول، جيد جدا، ممتاز او امتياز. تمام كده يا شباب، انتوا كده شايفين ان انا بعمله ده ولا لا؟ تمام. انا بس كتبت بس التفصيله دي، كتبتها بس حطيتها في جدول كده عشان ايه تبقى متشافه يعني، فاهمين؟ يلا بينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شباب، يساوي اف، دي هتكون كذا اف على فكره، اف لو ده اصغر من 300 اذا ايه، ها، لو اقل من 300 ايه يا شباب، راسب. هختار راسب دي كده وادوس عليها اف 4 عشان تبقى ثابته معايا. تمام. طب لو لا يبقى نعمله في اف تانية. لو ده برضو لو نفس المجموع ده اقل من 350 اللي هو ده 350 اذا مقبول اللي هو ده، من اف 4 كوم خليها اقل من او يساوي بقى، لا اقل من. تمام. وبعد كده لو ده برضو ندوس على ده برضو اقل من 450 اذا جيد، وكوما تالت لو المجموع ده برضو اقل من اف لو المجموع ده اقل من احنا قلنا ايه 550 اذا جيد جدا، وندوس اف 4. طب ولو لا يبقى امتياز على طول. لا لحظه اقل من 450 اذا جيد، ولو اقل من 550 جيد جدا. انا اخترت جيد جدا، وما في اخترت جيد جدا اهي، جيد جدا اهي اف 4. طب ولو لا يبقى نختار، الله
غريب جدا دي ما جاتش ليه، مع انها متجابه اهي. ماشي، على العموم هنشوفها. طب ولو لا يبقى اف امتياز على طول، يبقى ندوس على دي كده ونقفل القوس ده. 1 2 3 4 دوس انتر. تو ميني ارجمنت، يبقى في حاجه غلط احنا عملناها. لحظه بقى كده، لحظه عشان بس امسح بس ده كده، لحظه عشان نشوف بس كده. لو اقل من بس كده، لحظه عشان اشوفها. لو اقل من 350 يبقى اذا مقبول. معلش كده ادوس على دي، بعد كده كوما، وبعد كده اف. لو المجموع ده اقل من 350 يبقى 450. 450 افتح يا مصطفى. حاضر، اذا جيد. ولو اف اصغر من 550 اذا جيد جدا. ولو غير كده يبقى امتياز، وندوس اف 4. بعد كده ندوس كوم، اقفلها واقفل ده واقفل ده واقفل ده، وندوس انتر. تعالى بقى نسحب بقى المعادله تحت كده ونشوف اللي هيحصل. بصوا يا شباب، شايفيني كده يا شباب ولا لا؟ مظبوط يا دكتور. تمام، الامتياز 550 فيما فوق. طب لو انا كتبت مثلا 800 مثلا، لسه امتياز زي ما هي. ايه ده؟ ايه الزيرو دي؟ الزيرو دي جت منين؟ تقريبا دي جاية تقريبا. اه دي جاية، ما جاتش اساسا. استنى اهي، هو في حاجة. ايوه انا نسيت ادوس على دي اف 4. ما ثبتش هندسة. ايوه نسيت ادوس على دي اف 4، صح. دوس كده اف 4 ونسحب لتحت كده كده. الله يبارك يا جماعة. بصوا يا شباب، ده كده كده راسب، ده جيد عشان جاب 370. 377 ده من، احنا قلنا جيد من 350 لحد 450، فهو جاب 377 فهو كده جيد. مقبول جايب 325، من 300 ل 350 ده كده مقبول كده. الدنيا اللهم بارك كده، تمام كده يا شباب. هل الدنيا كده مفهومه شويه يا شباب؟ تمام بالظبط. وفي كمان حاجه ليكوا اهي تحلوها اهي، لو انتوا عايزين تشتغلوا فيها، عشان هننقل على اللي بعديها، وهي ما شاء الله البي لوك اب. ثواني بس احط الشاحن على اللابتوب. لحظه بعد اذنكم، لحظه. تمام كده يا شباب، يلا نكمل. الو استاذ محمد، التيست اللي فوق دوت انا اللي اشتغل عليه صح؟ النست اف تانية. التانية دي. لا حضرتك كان في قبل الفيلوك اب، كان في، ايوه هي دي. دي هنشتغل عليها احنا صح؟ يعني اشتغلوا، يعني انا عاملها لكم كمثال تشتغلوا عليها وتشوفوا النتيجة صح ولا غلط. خلاص اوكي تمام، مش هوم ورك يعني تشوفوها. تمام كده يا شباب. الو السلام عليكم. تمام يا تمام. تمام. بصوا يا شباب، الفي لوك اب دي انا بسميها انت بتدور على ابره في كوم قش. تمام كده يا شباب؟ لان انت بيبقى عندك داتا كبيره جدا، ويجي مديرك يقول لك ايه؟ انا عايز الست سبع او 20 بيان دولت او 20 شخص دولت، انا عايز اعرف عندهم كل تفصيله. تيجي هنا فايده الفي لوك اب. يعني تخيل مثلا انت عندك مثلا بيانات بالالاف، بال 5000 وبال 10000 سطر، ويجي مثلا مديرك يديك مثلا وليكن 200 اسم، ويقول لك انا عايز ال 200 اسم دول بياناتهم كلها. اكيد انت مش هتشتغل على 200 واحد واحد تقعد تطلع البيانات، صح؟ صح؟ اكيد طبعا، مش عارف. صح؟ فايه اللي بيحصل؟ ان انت في بقى معادله اللي هي زي في لوك اب، هي دي بقى اللي بتيجي سوبر مان بتاعتك اللي بتيجي تنقذك. بص يا شباب، بصراحه انا لو جيت شرحت لك الحاجات اللي انا بشرحها دي، بس انا هحاول بقدر الامكان ان انا اوضحها لك شويه. بص يا شباب، الفي لوك اب بتتكون من اربع اركان عشان المعادله تكتمل.
اول حاجه اسمها لوك اب فاليو، ودي القيمه اللي انت بتبحث بيها، تمام؟ وبعد كده حاجه اسمها تيبل اري، وده النطاق او الجدول اللي انت بتدور فيه. والكولوم اندكس نمبر ده الناتج اللي في اللي هو في العمود اللي انت عايز تدور عليه، النتيجه بتاعته فين، في انهي حته في الجدول. يعني وليكن الجدول مثلا مكون من 10 عمدان، فانت عايز النتيجه اللي في العمود رقم 6 او 7، فاهمين قصدي؟ والرينج لوك اب دي اللي هي اسمها اللي انت عايز، هل النتيجه بتاعتك عايزها تقريبيه ولا بالظبط. طبعا انتوا اكيد مش فاهمين حاجه، يعني اكيد بنسبه كبيره في ناس مش فاهمه حاجه. لا فاهمين تمام. طب الله يبارك اهو. طب والله كويس عشان اشتغلنا عليها قبل كده. اه ما انا عشان كده انت فاهم. لكن اللي اول مره يسمعها صدقني هيتوب. يلا بينا، يلا بينا يا شباب. بصوا يا شباب، يلا بينا، يلا بينا. بسم الله. دلوقتي انا عندي داتا اهي. الداتا دي مكونه من 40 اسم بالظبط. ال 40 اسم ده عباره عن ده كود العميل، كود بياخده العميل، عشان طبعا لازم يبقى الكود ده غير مكرر، لازم يبقى الكود ده فريد من نوعه او حاجه اسمها يونيك، او تمام يونيك كود. والبلد بتاعته بلد العميل، ورقم الفاتوره بتاعته، وقيمه الفاتوره. تمام كده يا شباب؟ تمام كده. فاحنا دلوقتي احنا عندنا دلوقتي نسبه الخصم. فدلوقتي احنا عندنا جدول معلش مسحتي كده شويه. دلوقتي احنا عندنا جدول اهو صغير اهو، بيقول لك ان نسبه الخصم اهو دي نسبه الفاتوره، هي قيمه الفاتوره ومعاها قدامها نسبه الخصم. تمام كده يا شباب؟ فهو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انت عايزين تحط نسبه الخصم قصاد كل فاتوره. لو تلاحظوا هنا يا شباب برضو ان الفاتوره دي 43000 35000 كلها بالكسور، هنا 10000 20000 30000 40000، فاستحاله ان هي تتربط بحاجه. تعالوا الاول بس نعمل في لوك اب الاول ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا يا شباب، احنا قلنا الاول في لوك اب دي الداتا بتاعه العميل المطلوبه اللي موجوده اصلا في السيستم، ودي المطلوب الجدول الصغير ده. طب احنا دلوقتي معانا اكواد العملاء، وعايزين قدامهم البلد ورقم الفاتوره ورقم وقيمه الفاتوره وقيمه الخصم. تعال نشوف البلد. البلد بيساوي في لوك اب، او اول ما تدوس عليها في ال او ظهرت لك اهو، ندوس عليها دبل كليك اهو. تمام، الدبل كليك اهو بيقول لك اول حاجه بقى امشي بقى معايا اللوك اب فاليو. بصوا حتى وانا ماشي اهو على اللوك اب فاليو تلاقيها بمزرقه، اللي بعديها تلاقيها مش طالع، اسمها زرقاء هي كده لوك اب فاليو. انت بتدور بايه؟ بقول له يا فندم انا بدور بده. بعد كده ادوس كوما، نقلني على الجدول اهو. قال لي انت بتدور فين؟ فبقول له انا بدور من اول هنا لحد هنا. تمام معايا كده يا شباب؟ التيبل اري ده اللي هو النطاق او الجدول اللي انت بتدور فيه، المساحه اللي بدور فيها بالظبط. وبعد كده دوس كوما. الكولوم اندكس نمبر، انت عايز اني نتيجه؟ احنا عايزين البلد. البلد دي فين؟ ادي 1 2، يبقى اقول له العمود رقم 2. وادوس كوما. العمود رقم 2 رقم 2. انت عايز نتيجه تقريبيه ولا بالظبط؟ اقول لا انا عايزها بالظبط اكزاكت رقم 2 دي، ادوس عليها مرتين وروح قافل القوس وروح داس انتر. ايه اللي حصل؟ نسحب لتحت كده، ظهرت لتحت اهي، ظهر كل حاجه ظهرت. تمام. طب تعالوا بقى للي بعديه. صح يا شباب، في الفي لوك اب لما تيجي تدور انت بتدور بكود العميل، فلازم لما تيجي تدور يبقى اول حاجه في الجدول اللي انت بتدور فيه كود العميل. وكمان الفي لوك اب بتمشي اي بي سي دي، العمدان كده ماشيه كده، ما بترجعش لورا. يعني مثلا ما بترجعش اف اي دي سي، لا هي بتمشي اي بي سي دي. تمام، ايا كان اذا كانت من الشمال او من اليمين، يعني الفي لوك اب ما بترجعش لورا. تمام كده يا شباب؟ دي نقطه ضعفها يا دكتور. انا عارف، صح جدع برنس، فعلا نقطه ضعفها. فهنبتدي بقى نخش في اللي بعديها. رقم الفاتوره يساوي في لوك اب. ممكن ناخدها كوبي، ممكن ناخدها كوبي ونغير فيها عادي. ما هو لا تبقى كتيره، انا عايز برضو الناس تتعود على كتابه الكود. اوكي تمام. هندوس اهو في لوك اب. اللوك اب فاليو اللي هي ايه؟ اللي هي بندوس على دي،
بعد كده ندوس كوما. التيبل اري ده اللي هو ايه؟ اللي هو نطاق الجدول او نطاق اللي انت بتسمح فيه بتدور فيه. انت بتدور فين؟ اقول انا بدور ان بدور اول حاجه بكود العميل، فلازم ابتدي بكود العميل لحد هناك كده وادوس كوما. يقول لي انت عايز انهي نتيجه؟ هقول له انا عايز رقم الفاتوره اللي هو ده رقم دي، يبقى رقم دي ده اللي هو 1 2 3 يبقى رقم 3 وادوس كوما. انت عايز النتيجه تقريبيه ولا بالظبط؟ لا اقول له انا عايزها بالظبط اللي هي فولس دي، دوس عليها مرتين ونقفل القوس وندوس انتر ونسحب ندوس المعادله دي كده مرتين. تمام كده يا شباب؟ جميل ممتاز. ماشي نيجي على اللي بعديها، قيمه الفاتوره. بصوا بقى يا شباب بقى عشان اللي جاي ده يعني الموضوع هيكون جامد قوي. بصوا يا شباب بقى اللي جاي ده، اللي جاي قيمه الفاتوره ندوس بيساوي في لوك اب برده ونروح دايسين مختارنا لوك اب فاليو انت بتدور بيه، او لو انا بدور بكود العميل بعد كده ادوس كوما. يقول لي انت بتدور فين في التيبل اري، او لو انا بدور من اول كود العميل لحد كده لحد نسبه الخصم ودوس كوما. يقول لي انت عايز تيبل الكولوم اندكس نمبر اللي هو ايه، اقول له انا عايز اللي هو قيمه الفاتوره اللي هو 1 2 3 4 اللي هو رقم 4 وادوس كوما. انت عايز النتيجه تقريبيه ولا لا، هقول له لا انا عايزها فولس اللي هي بالظبط ونقفل القوس كده وندوس انتر. لحد هنا يا شباب احنا كده عملنا الفي لوك اب بطريقه اللي احنا عارفينها او اللي الناس عارفاها بنسبه كبيره. تمام كده يا شباب؟ الو تمام يا دكتور. تعالى بقى في الحته اللي جايه دي، الحته اللي جايه دي عارف انت ايه، محنكه شويه. تعالى كده نبص على الحته دي. بص كده بيقول لك استخدم قاعده اف علشان اقدر اجيب النسب بتاعه الخصم مع عدد الفواتير. طب استنى بقى، ده انت يا خليل انا عارف انت بتبص لايه، بس اصبر بس كده حته حته هتعجبك قوي يا خليل. بصوا كده نسبه الخصم دي، مش بيقول لك نسبه الخصم دي في جدول اهو. تعالى كده نشد الجدول ده نخليه هنا كده في الحته دي كده عشان يشوفوا نسبه الخصم اهو. بيقول لك ان قيمه الفاتوره اللي عليها 10000 جنيه تاخد 2%، وانا عندي فواتير بالهبل تاخد نسب. حد ممكن يساعدني في حاجه؟ ممكن حد يقول لي ممكن اعملها ازاي؟ يعني اجيب قدام كل قيمه فاتوره الخصم بتاعها قد ايه؟ انا استنى 5 ثواني بالظبط. ايوه هستخدم اف المركبه. لا ها اف المركبه دي هقول لك على حاجه صح يا خليل. اف المركبه علشان امشي على ده كله انت عارف عايز كام شرط؟ 6 شروط. فاهم قصدي؟ تمام. فيها حل ارخص وكويس ما تقلقش، رخيص. انت كده بتشتغل في الغالي، انت كده شغال في الالماني كده يا خليل. ها ممكن اشتغل اف اند. لا برضو. طب انا هقولها لكم عشان تفهموا. بصوا يا شباب في معادلتين او في معادله واحده، في لوك اب برضو. تحبوا تشوفوا في لوك اب بقى بالوش التاني اللي انتم ما تعرفوش؟ ها يلا شباب. لوك اب اكس. في لوك اب اكس ولا لا؟ لا في لوك اب. تعال نحط بقى الجدول تاني، نرجعه تاني زي ما هو عشان نبقى شايفين اهو. هنطلع دي كده اهي. ده الناس اللي معايا ناس ايه ما شاء الله عليكم والله. انا فعلا مبسوط والله العظيم ان انتوا معايا، يعني انا فخور بجد بجد والله ان انا معايا ناس سريعه ويعني ما بتصبرش اللي هي يعني طلقات ما شاء الله. بصوا يا شباب اهي بيساوي في لوك اب. تمام. اللوك اب فاليو اللي هو ايه؟ رقم الفاتوره. احنا عايزين قيمه الفاتوره وناخد عليها الخصم، صح ولا غلط؟ مظبوط. هندوس كوما نطلع نسبه الخصم من الخارج. لحظه بعد كده بيقول لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور من اول هنا لهنا، صح؟ كوما. بيقول لي انت عايز تاخد انهي خصم؟ اقول له رقم 2، الخصم في رقم 2 في العمود رقم 2، صح ولا غلط يا شباب؟ مظبوط. نيجي بقى لاخر حاجه بقى. مش احنا على طول بنختار فولز اكزاكت؟ هناخدها تقريبي اللي هي الابروكسيمت دي، اسمها ابروكسيمتلي. دوس مرتين ندوس انتر. السلام عليكم. حلوه دي ممكن دي جميل. حلوه دي يا شباب صح كده؟ جديده دي. شفتوا بقى انا يعني هي إن شاء الله هي حلوه عشان احنا استخدمنا البروكسيميتي عشان انتوا على طول شغالين بالعادي اللي احنا على طول بنستخدم اللي هو مظبوط الفولز. لكن الثانيه دي الادجست. الفولز. بص
التانية دي اللي هي فيها تركية كما قلت لك، هي حتة محنكة كده شوية، هي حتة حلوة الصراحة. ايه رأيكم يا شباب؟ اهم حاجة انتم مبسوطين؟ لا لا جديدة جديدة بالظبط حبايبي. يلا بقى اللي بعديها. انت لا انت انت يعني وجهت انتباهنا، وجهت انتباهنا اللي احنا ممكن نستخدم البروكسيميلتي في في النسب لما يكون مرتبطه بارقام، فدي ما كانتش في دماغنا قوي في فترات. انت حبيبي يا صابر والله، يعني ربنا يخليك، شكرا قوي. يلا بقى نخش على، بص يا شباب بقى، صح اللي احنا حكيناه ده حاجه، والاكس لوكاب اللي جاي ده حاجه تانية خالص. تمام يا شباب، تعالوا بقى الاول ناخد بس قيمه الخصم ده نحطه بس هنا عشان ايه نبقى عارفين بيساوي في لوك اب. هنختار كود العميل وهندوس كومة، وهنمشي من اول كود العميل لحد نسبة الخصم. انتوا سامعيني ولا لا؟ الو؟ ايوه محضرتك اتفضل. انتوا معايا صح كده؟ الو انتوا كده سامعيني ولا عشان حصل لي ان النت قطع كده؟ انتوا سامعيني كويس؟ لا تمام سامعين حضرتك. ماشي يلا بينا من الاول. هيبقى بيساوي اهي، احنا بندور بده في الجدول ده، وبعد كده ندوس كومه، وهنروح عند الاف 1 2 3 4 5 5 اهي، وبعد كده كومه، بعد كده ننزل فولز وندوس انتر، وخدنا ايه الخصم. تمام كده يا شباب؟ هو حضرتك بس كاتب هنا نسبه الخصم وهنا قيمه الخصم، مش قيمه الخصم دي المقصود بيها فلوس ولا مقصود بيها برضه نسبة الخصم؟ لا قيمة الخصم برضه هي يعني نسبة الخصم اهي، يعني او نضرب ده في ده يعني مش فارقة يعني. فاهم قصدي ايه؟ يعني دي او دي مش حتة قوي يعني، فاهم قصدي؟ تعالى بقى ناخد بقى الجزء ده كده الجميل ده كده كوبي. هو انا ليه حاجة عندي كلها بتقعد تعمل لها؟ طب لحظة انا هعمل ستوب شير، لحظة اهو، واعمل حسيت ان الموضوع كله عمال يجي كده، الموضوع ما كانش كويس. لحظه نعمل شير تاني عشان بس تبقى الدنيا تبقى مظبوطه. انتوا كده شايفين كويس صح كده يا شباب؟ شباب تمام مظبوط يا دكتور. بصوا بقى يا شباب بقى اللي احنا بصوا اللي احنا اشتغلناه في الفي لوك اب اهو، كل ده اشتغلناه في لوك اب شغال اهو. كان زمان يا شباب، كان زمان اللي هو اشتغل بلدي شويه، الفي لوك اب دي علشان اعملها بطريقه تكون اوتوماتيك وتمشي مع الاسامي دي، كنت بعمل ماتش في في لوك اب واظبط معادلات، حوار كان كبير قوي. بصوا لو تلاحظوا البلد اهي، ورقم الفاتوره اهي، وقيمه الفاتوره اهي، ونسبه الخصم او قيمه الخصم اهي. ايه رايكم بقى نعملها باكس لوك اب؟ اكس لوك اب دي بقى ضرب نار، بيساوي اللي عنده اكس لوك اب اتفضل اتفضل. نسبة الخصم ممكن تاني؟ نسبة الخصم عايزها سريعا. انا نسبة خصم الحتة دي ليها حتة حضرتك قريت فيها اللي صاحبني يا دكتور، هو قصده يا دكتور على ال اي او اف ابروكسيميت دي؟ هو قصده على ايه؟ معلش الصوت، انتوا سكتوا ليه؟ الو النت ضعيف شويه يا استاذ محمد. طب انتوا نعم النت ضعيف شويه. ده عندنا. طب انتوا سامعيني كده كويس ولا لا؟ كده ممتاز. مين اللي كان عايز يشرح ايه؟ مين اللي كان عايز اشرح له ايه؟ معلش. ايوه انا. قول لي كده، قول لي يا منسي. هو انا ما لحقتش بس في اخر النقطه، مش عارف اعملها. انهي واحده؟ نسبه الخصم اللي هي الحته دي صح؟ ترو. بص، مش احنا على طول بنختار كل حاجه فولس فولس؟ بص لو تلاحظ فولس هنا، فولس هنا، في كل حته فولس الا هنا اخترنا ترو. ليه ترو؟ لان هنا بيقرب لك النسب بالظبط. انت عندك دلوقتي لو تلاحظ هنا يا منسي، انت عندك هنا نسب القيم بالظبط مقفوله 10,000 20,000 30,000، هنا كل الارقام بكسور. فاهم قصدي يا منسي؟
فروحت انا ايه عملنا في الفيلو كاب يعني بص لو تلاحظ هنا 10000 جنيه طب تعالى ناخد ال 10% ده انا 10% ده ما بين ايه 40% 40000 هو عامل 43000 فهو خد 10% هي النسبه كلها في حته الترو بس يا منت يعني انت بتعمل نفس المعادله هي هي بس تختار كلمه ترو علشان يقرب لك النتائج تمام علي صوتك شويه يا منت تمام 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 يلا بقى يلا بقى نخش في اكس لوك اب حد اشتغل اكس لوك اب قبل كده انا اشتغلت اتش في لوك اب لا الاتش لوك اب دي استخدمها انا استخدمتها طبعا حد استخدم اكس لوك اب قبل كده لا طب يلا بينا بقى يا صابر اشتغلت اكس لوك اب قبل كده يا خليل لا الصراحه لا هو الفي لوك اب والاتش لوك اب والاندكس ماتش بس طب اتفرج بقى اتفرج بقى يا عم صابر على اللي جايه دي اختراع والله ما بهزر بص يا شباب احنا عملنا في دي معادله الثانيه الثالثه الرابعه احنا عملنا هنا اربع معادلات صح طب تعالوا بقى في الاكس لوك هندوس يساوي اكس لوك اب احنا اللوك اب فاليو دي اللي هي ايه احنا بندور بايه او اللي انا بدور بدي كوما يقول لي انت بتدور فين اللوك اب اري اقول له انا عايز اللي هو ده الكود العميل اهو كوما اهو بس كده انا دوست على الكود العميل بس ما حددتش حاجه بيقول لي بقى الريترن اري انت عايز ايه اقول له انا عايز الاربعه دول وادوس انتر شفتوا اللي حصل في لحظه اتحلت لا تاني كده معلش معلش انا كنت متاكد ان انت بتقول تاني لا ما هو تاني عشان النت بيقطع فما بنلاحظش طب تعالوا من الاول معلومه مهمه وركز فيها معلش يلا بينا بص يا صاحبي هندوس يساوي اكس لوك اب تمام معلش بس النت ضعيف لحظه واحده بس اتفضل تمام كده بس واحده واحده عشان النت ضعيف عند حضرتك بس حاضر انا متاسف حاضر اللوك اب فاليو ايه لوك اب فاليو انت بتدور بايه او انا بدور بكود العميل صح كده قولوا لي صح يعني لحد ما انت تقول لي صح ماشي تمام يا دكتور وندوس كوما تمام بيقول لي لوك اب اري انا كنت في اللوك اب فاليو او في الفي لوك اب كنت على طول بقعد احل يعني امشي على الاربعه دولت كده لا انا اختار لوك اب اري ده اللي هو كود العميل بس تمام بندوس على العمود من البي من فوق صح بالظبط من بي تو بي ماشي تمام تمام وادوس كوما تمام كده انا كده تمام يعني انتوا كده وصلتوا لحد هنا تمام صح كده مظبوط هندوس كوما بيقول لي الريترن اري الاري بقى بتاعتك انت عايز انهي نتيجه هقول له انا عايز الاربع نتائج دولت بقف عليهم كده كلهم على الاربع حاجات دولت كده واضح تمام الاربع عمدان تمام وادوس انتر هو رمى دكتور المعادله مع نفسه على الارض اللي انت اخترتهم على الاربع خانات اللي بعد منهم على بالظبط ايه رايك يا عم صابر لا كده الله ينور لا كده دي جميله ونسحب بقى لتحت كده ونسحب لتحت كده كده جابت النتيجه بصوا النتائج اهي ودي النتيجه اهي دي عملناها في اربع معادلات دي عملناها في معادله واحده فقط لا دي اسهل بكتير جدا يا دكتور الله ينور وينور على سعادتك والله حبيبي يا باشا ومعلومه مهمه يعني استفدنا منها بجد يعني حبيبي 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 ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد هتستفيدوا اكتر واكتر تمام كده يا شباب بس اهم حاجه يكون عندكم الاكس لوك اب عندكم على الاكسل لان الاكس لوك اب من اول 2021 تمام كده يا شباب تمام حبيبي تمام تمام تعالوا بقى ننقل بقى اللي بعديها في لوك اب اهي تاني دي في لوك اب انا سايبها لكم برضو تشتغلوا عليها تكست فانكشن الله الحاجات الحلوه دي معايا كده يا شباب ولا لا؟ معاك بصوا يا شباب الكونكاتينيت اسمها كونكاتينيت وظهر دلوقتي باسم كونكات كونكات اهي بصوا بدل ما اكتب كونكاتينيت بقت ظهر دلوقتي باسم كونكات اهي عشان كونكاتينيت هتبتدي تتشال لان اول ما بتلاقي عليها العلامه دي هتبتدي تتشال وهتظهر كونكات كونكاتينيت بتعمل ايه بتعمل حاجه اسمها ربط كلام ببعضه او اي حاجه ببعضه يعني لو انا مثلا جبت مثلا هنا محمد وهنا تحسين
انتوا شايفين صح يا شباب؟ مظبوط يا دكتور. حاضر. طب تمام، هنروح عاملين يساوي كونكاتينيت كونكات اهي، كونكات او كونكاتينيت يعني اللي ظاهر عندكم يعني اكتبها. انا هختار كونكاتينيت اهي واختار دي وادوس كوما واختار دي، ايه اللي هيحصل؟ محمد تحسين على طول في وقت واحد. مظبوط، خدت بالكم؟ بس ما عملش فصل يا دكتور. ممكن بقى تعمل بقى ما بين دي ودي تعمل كده كوما وتحط كده كده سبيس دبل كوتيشن، دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن، دوس انتر عملت المسافه. وصل كده صابر؟ تمام. استنى معلش يا دكتور، معلش انا اسف. ايه يا ابو واحد قول لي اللي انت عايزه. بعمل ايه؟ بعمل ايه ما بينهم؟ اهي كوما، اهي كوما دبل كوتيشن سبيس ودبل كوتيشن تاني. تمام 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 كده. ليفت مثلا، ليفت اهي، ليفت اهي مثلا، لما تيجي تكتب ليفت الليفت دي بمجرد ما بتيجي تختار يعني مثلا لو كتبت مثلا هنا ليفت اهي بيساوي ليفت اهي مثلا وتختار عدد الحروف مثلا وليكن انا اول حروف مثلا ام او 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني انا اسمي فيه 7 حروف ده كتير قوي، او جاب لك محمد بس. فاهم قصدي؟ يعني بدل محمد تحسين جاب لك محمد بس. فاهمين قصدي يا شباب ولا لا؟ والرايت نفس الكلام، اللي انت بتختار كلمه رايت وتختارها، والميد الميد بقى اللي هي تختار الحروف اللي في النص. يعني بدل ما تكتب مثلا اهي تكتب مثلا يساوي ميد اهي ميد ودي وتختار مثلا الستارت نمبر مثلا من اول رقم واحد لحد سبعة، لحد سبعة. جدع جدع. ومن تسعة، ومن تسعة لحد. انا بحبك يا صبر والله حبيبي يا صبر. نخل لان بقى دي يا شباب بقى عارفين لان دي انا بستخدمها في ايه؟ حد ممكن يجي يقول زي بتاعت رقم البطاقة كده يا دكتور. يا نهار ابيض يا صابر، انت صابر قاعد معايا ولا انت قاعد معايا شايف انا بعمل ايه ولا؟ انا مش بهزر والله. بص الله يخليك يا دكتور. بص يا شباب، ارقام البطايق اللي انا ببقى عايز الحقها او اشوفها استخلص منها ارقام، مش استخلص، ابقى عايز اعرف هل هم 14 رقم فعلا ولا لا. فبكتر بص يا شباب، بصوا ركزوا في اللي انا هعمله ده. انا هكتب كده ارقام كتير، بصوا كده. طبعا انا لو قلت لكم عدوها مش هتعدوها، سامعيني يا شباب ولا لا؟ تمام يا دكتور. لكن لو انا كتبت هنا يساوي لين، لين يعني جايه من كلمه لينس، هوريكم دلوقتي. ف 20 لينس. لينس يعني ايه لينس يا جماعه؟ يعني لينس اللي هي كده لينس. انتوا كده شايفين كده يا شباب؟ لسه. تمام كده يا باشا. لينس لين، لين اللي جايه من كلمه لينس. لينس يعني طول. تمام؟ يعني بصوا انا كتبت ارقام كتير، هو عمل لين دي فجاب لك ايه اللي هو ايه ال 20 رقم. تقول تمام كده يا شباب ولا لا؟ تمام يا دكتور. يعني هو المقصود بيها لين يعني يعدهم، يعني يعد عدد الارقام. أيوة يعد الحروف بس. ايوه بالظبط، الحروف بقى مش ارقام ايا كان. ممكن نعملها تاني يا استاذ محمد؟ ايوه طبعا طبعا، عينيا ليك. تسلم عليك. ماشي اهو، ثواني دلوقتي. وليكن انا كتبت اهو دلوقتي وليكن مثلا، بص ركز كده حروف، بص حروف، ادي ارق، دي حروف ودي ارقام وحروف تاني وارقام تاني كده، واضح تاني؟ هدوس كاتب يساوي لين، دوس على دي كده بس، دوس انتر. قال لي انت كتبت 28 حرف، دولك كده 28 حرف اللي هم الشويه دولك كده. هو بيعد حروف في ارقام. تمام، انتوا كده كويسين ولا ايه؟ دي نستخدمها في ايه معلش؟ ما هو ما انا بص دلوقتي في ارقام عملاء، ارقام وليكن في عدد. هقول لك انا استخدمتها في ايه وبستخدمها في ايه. زي ارقام الموبايل يا دكتور لو هندخلها في خانه. صح. او يا عم صابر، بص يا صابر، لو انت شفتني وانا بعمل حاجه امبارح، انا كنت بس قاعد بس في البيت ما بعملش حاجه، انا كنت بس قاعد. لو انت عارف، لو انت شفتني انا كنت بعمل ايه امبارح، صدقني انا كنت قاعد ما بعملش حاجه. انا فاهم عشان عارف احس انت شايفني انا بعمل ايه دلوقتي. المهم يعني بص يا شباب، انا بستخدمها في حاجتين. ساعات بيطلبوا مني حملات تسويقيه عن طريق ارقام الموبايلات، اللي احنا نبعت لهم حاجه اسمها بالك اس ام اس، عايزين نبعت لهم
لألف موبايل، ألف رقم موبايل أو 500 رقم موبايل رسائل. فأنا بتأكد إزاي؟ ببص على الأرقام بشوف هل في أرقام بدوس لين جنب كل رقم، فيقول لي مثلا إحنا أغلبية الأرقام دلوقتي 10 أرقام بدون الزيرو صح؟ فأنا بشوف، بشوف لين دي، أنتوا سامعيني صح؟ سامعين أه. طب ممكن محمد ممكن تعمل فور اكزامبل بس واحنا شغالين كده معلش بالارقام زي ما هو. بص 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 ثواني بص دي بتبقى ارقام موبايل بتبقى كده تمام. فهم مثلا ايه بيبقى مثلا فيها شرده مثلا زي ده كده مثلا اللي هي مثلا شرده اهو مثلا زي حاجات مثلا ايه حاجه اسمها بيسموها اوتلاير. اوتلاير يعني ايه؟ يعني خارجه عن المألوف. بص اللي انا هكتبه لك اهو، اهو انا دلوقتي هم طالبين مني ارقام الموبايلات تبقى مظبوطه، فانا بعمل ايه؟ بدوس لين اهو وادوس انتر وادوس كده. بص ايه اللي حصل؟ لقيت في هنا 8 ولقيت هنا في 8 ولقيت هنا في 12، فبستبعدهم عن الـ عن الرسائل كده. وضحت شويه؟ تمام يا باشمهندس. تمام كده تمام، تسلم ايديك. ولو ارقام، ولو ارقام بطايق برضو، لو هنا في ناس بتكتب ارقام بطايق 12 و10 و13 وهكذا، فانت بتعمل لين تعرف ارقام بطايق 14 رقم، فانت بتعمل لين وبتشوف. وكمان هقول لك على حاجه، ساعات برضو بيقول لك مثلا ايه في خانات معينة، يعني انا مثلا ساعات حد يعرف جوجل فورم، مظبوط جوجل فورم ساعات انا بقفل عليهم عدد حروف معينة، يعني بشوف اكبر حرف او اكبر اسم عميل قابلته مثلا وليكن 58 حرف، بروح قايل لهم اخركم 60 حرف تكتبوه، لان دي بتنفع يا جماعة، بتنفع كتير قوي على فكرة. خلاص نيجي بقى للترم، ترم القمر بتاعتنا. بصوا يا شباب بقى في اللقطه اللي جايه دي، بصوا هنا ترم هلو وورلد، هلو كان قبلها مسافه وورلد بعديها مسافه، خدت بالكم؟ ايوه. ترم دي بقى بتشيل، بتشيل الازالات، بتشيل المسافات، المسافات اسمها ترم، بتشيل فواصل صح، بس بتشيل المسافات مش الفواصل يا مصطفى، المسافات. ابر، ابر دي بقى طبعا سهله جدا، ابر دي بتخلي كل اسم بالكابيتال بالكبير، يعني بص هناك الاسم كان فيه حتت سمول اهو خليته كله كابيتال، خدت بالكو؟ لور نفس بتعكس، اللي هو لو الاسم كبير تخليه صغير. بروبر، بروبر دي بقى يا جماعه اللي جميله، يعني بصوا لو تلاحظوا، بصوا هنا مثلا وليكن احمد محمد صابر خليل، بصوا لو تلاحظوا انا كل الاسامي دي كاتبها سمول، بمجرد ما بدوس كلمه بيساوي بروبر بروبراي وادوس عليهم كده، بصوا اللي هيحصل، خلوا اول حرف بعد بقى اول حرف معلش كابيتال. النت ضعيف، بس النت ضعيف، اتفضل بالراحه كده، كانوا شايفين ولا لا؟ اه تمام كده تمام تمام. هنا كل الكلام كان بالسمول، هنا خلوا اول حرف من كل كلمه كابيتال، احمد كابيتال، محمد كابيتال، صابر كابيتال، خليل كابيتال، تمام كده يا شباب؟ مظبوطه يا دكتور. تمام زي الفل قوي. تعالوا بقى يلا ننقل على اللي بعديها، دي دي اسمها بروبر، بروبر اهي ننقلها هنا كده، دي اسمها بروبر سبستيتيوت. اه سبستيتيوت دي بقى عشان بشرحها لكم، بصوا يا شباب تعالوا كده هنا كده، بصوا وليكن انا هكتب هنا محمد تحسين، وهنيجي هنا نروح دايسين يساوي سبستيتيوت، سب سبستيتيوت اهي، وبيقول لي ايه امشي بقى معايا التكست اللي انت عايز تمشي عليه، اقول له انا عايز التكست ده، واخدين بالكم التكست ده ايه؟ الو تمام 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 يا دكتور، مع عشان بس ما تقوليش ان انت قطع بس، اهو اهو وبعد كده دوس كوما. قال لي الاولد تكست، الاولد تكست هيبقى محمد، يبقى اكتب محمد اهو محمد تمام. النيو تكست بقى انت عايز تبدل محمد ده بايه، بكلمه ايه؟ اقول له مثلا عايز ابدلها مثلا بكلمه وليكن مينا، ونعمل ونقفل دي كده وندوس ونقفل الكوس ندوس انتر.
لا إله إلا الله. يعني هي هي يا جماعة غلط يا جماعة. ثواني استور substitute ال old text تاني، بعد كده ال old text اللي هو محمد. ممكن حضرتك يا كابتن ممكن يكون مكان مين يا محمد؟ لا اهو ثواني اصبر. لازم اكتب محمد اهي. لا محمد دي لازم تبقى بالكابيتال. ايوه معلش، هو لازم يكتب الاسم بالظبط يا جماعه، فاهمين؟ اهو فاهمين، غيرت مكان محمد غيرتها بمينا. خدتوا بالكم ولا يا شباب؟ تمام يا دكتور. دي اسمها في حاجه زيها زي ريبليس. ريبليس في ريبليس طبعا، في ريبليس بس سبستيتيوت بصراحه دي اللي بستخدمها. في ريبليس، انا عارف ريبليس. طب ايه الفرق ما بينهم يا دكتور؟ معلش تعال نشوف ريبليس مالها. تعال بسم الله كده ونشوف ريبليس. الاولد تكست والستارت نمبر والنمبر والنيو تكست. ايه يا عم التناحه دي؟ الاولد تكست عشان بيحدد العدد الحروف اللي انت هتغيرها. ايه يا عم الرخامه دي يا عم؟ ما انا إيه على فكره سبستيتيوت ارحم. ارحم. مظبوط مظبوط والله ما بهزر يعني. معلش انتوا عالم. انتوا على فكره من ضمن اللي انا يعني شفتكم كده، انتوا ناس بتفهموا في الاكسل كويس قوي. يعني انتوا عارفين ايه بالاخر في الاكسل يا شباب. انتوا بتدوروا على ارخص واسهل طريقه تعملوا بيها شغلكم. لا هو المشكله اللي كان بيظهر عندنا مشاكل مثلا زي اسماء او ارقام او اي حاجه بيبقى من ضمنها من جواها الحرف رقم 7 مثلا عايز يتغير، كنا بنستخدم ريبليس عشان نغيره. بس دي امرها سهل تنفع تحلها هنا برضو. بص ريبليس دقيقه، ريبليس دقيقه اللي انت بتخش في الدقه قوي. يعني بالزبط. يعني مثلا ايه يعني؟ ما شايف الجمله دي كده؟ الجمله دي كده ديسكريبشن وريبليس واوكيورنس وكده. لو انا قلت له في السبستيتيوت غير لي الحرف الار بالحرف الاي، هيغير لي كل الار اللي هنا بالظبط. لكن في ريبليس هتقول له انا عايز حرف الار اللي بقى اللي رقمه 11 في، فاهم قصدي ايه؟ ايوه عشان ما يغيرش اي ار وخلاص. واللي ومصطفى جمال بيقول لنا نعمل كنترول اف ونعمل ريبليس. يا مصطفى ده لو واحد او مثلا شويه، لكن انا وليكن انا عايز اغير شويه. يعني ايه؟ عايز اعملهم كمعادله. اللي انت بتقوله ده صح يا مصطفى، بس انا هفهمك على حاجه يا مصطفى صح اللي انت ما تعرفوش. بص انت صح، انت كلامك صح. ركز كده في اللي انا بقوله كده يا مصطفى، انت سامعني صح؟ بص ركز كده. مثلا محمد وهنعمل محمد دي كلها كتير كده، وهنا هنعمل 2 3 ونعمل هنا. ركز بقى في اللي انا بقوله، انت سامعني يا مصطفى ولا لا؟ وهنا بقى نروح عاملين كلمه سبستيتيوت. انت سامعني؟ ماشي. سبستيتيوت هيقول لي التكست، هقول له ده. هيقول لي الاولد تكست بتاعه، هقول له مثلا وليكن الدي، حرف الدي. ويقول لي انت عايز تغيره بايه؟ اقول له انا عايز اغيره بالرقم ده، وادوس واقفل الكوس كده ودوس انتر. بص بقى محمد 2 بدل الدي بقى 2، ونسحب كده بقت 3 4 5. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي يا مصطفى ولا لا؟ هي دي الفكره في كلمه سبستيتيوت. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. يلا على اللي بعديها، يلا نولع الدنيا ولا ايه؟ يلا يلا بينا. يلا ديت تايم فانكشن. بصوا بقى يا شباب، هنا ساسكت قليلا. بص توداي الحاجات بتاعه الدي والوقت والكلام ده، دي لازم تبقى عند حضرتك، لازم تبقى فاهمها في اي وقت. فهنا بقى توداي، حد يعرف توداي دي؟ انت بمجرد ما بتدوس يساوي توداي، تكتب توداي دي كده وتدوس انتر، جاب لك النهارده، جاب لك اليوم بتاع النهارده. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. تاريخ اليوم بالظبط. ف مثلا هنا المانث الير قصدي، لما بتجيب له التاريخ اهو يجيب لك الير، يقول لك الير بتاعتها 2024. المانث هنا بيقول لك ان المانث بتاعها يوم 8. الدي وهكذا، الويك دايز والورك دايز والكلام ده. لا الويك دايز والورك دايز انا كنت هشيلهم، يعني انا كنتش اهي هشيلهم كده بس من الحسبه بس كده. او التكست بقى، حد يعرف تكست دي؟ حد بيستخدم تكست دي قبل كده؟ حد استخدمها قبل كده؟ ايوه. بص يا محمود، تكست دي يا شباب انا على طول بستخدمها في اي حاجه. التكست دي بستخدمها، بصوا لو تلاحظوا يعني مثلا وليكن هنا مثلا نكتب توداي مثلا. توداي تحول التاريخ ل ل ل ل لكلام.
لا هو نص صح جدع 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 الفاليو النص صح جدع. هو فين بدأ وسحب واحد انا مش سامعه خالص والله. بدأ للاسف في الشغل معلش. الله يكون في عون تكست اهي حبيبي راجل. تكست اهي تعالى نعمل تكست. تكست اهي نعمل كده ونختار مثلا كوما ونعمل دبل كوتيشن ونقول له مثلا ام 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 اربع امات وندوس انتر ونقفل. قال لي ان النهارده اوجست خدتوا بالكم. طب لو انا خليتها تلات امات هيخليها اوج بالتلاتة. طب لو انا خليتها اتنين هيبقى زيرو تمانية. طب لو انا خليتها ام واحدة هتبقى تمانية بس. طب لو انا خليتها مثلا وليكن دي 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 جيب الاسم كله كامل الاسم بالظبط. طب لو انا كتبتها مثلا تلات ديهات فراي وهكذا يعني انتوا يعني قصدي التعديلات هتبقى كتير قوي فيه. تكست ده شباب تكست مهم جدا. تكست مهم جدا تمام تمام. تعالى بقى على داتا اناليسيس. اللهم صل على النبي. معلش استاذ محمد معلش التكست مش واضحه بالنسبه لي يا باشا. تحت امرك نحلها لك 5000 حل. تعالى افتح بقى كده السبيكر وتعالى نتكلم سوا اهو. ده اليوم صح كده تمام. هندوس تكست يساوي تكست اهي بيقول لك الفاليو بتاعها فين الفاليو. اقول له الفاليو اهو تمام تمام كده تمام يا حضرتك. ندوس كوما وبعد كده نختار دبل كوتيشن يعني ندوس دبل كوتيشن ونختار مثلا ام 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 اللي هي ايه مانث 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 تمام تمام. ونقفل الكوتيشن وندوس ونقفل ندوس انتر. 3 4 مانث جاب لي ايه اوجست. طب ايه رايك لو انا كتبت 4 مانث مثلا ورحت عامل شرطه وعملت 4 دي 4 دي قال لي النهارده اوجست فرايداي. طب ايه رايك ان انا اخليها مثلا شرطه اهي كمان واعملها واي 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 يبقى النهارده اوجست فرايداي 2024. ايه رايك؟ ممتاز دي. شكرا يا استاذ محمد ربنا يبارك لك يا ريس حبيبي يا صاحبي. تعالى بقى للبقى اللي بعديها ودي بقى اللي فيها ضرب نار. بص يا جماعه السبارك لاين او قصدي دي هنا شباب هنبتدي نتكلم عن ضرب النار بقى كله اللي هو مين اللي هو ده. بص لما فيش تيم النهارده خالص اه والله العظيم. بص يا شباب هنا بقى بيقول لك ازاي تحول الداتا دي للشكل ده كده. هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه واللي هو ايه البيفت تيبل. حد اشتغل بيفت تيبل ده اكيد حد اشتغل بيه. انا اشتغلت بيفت تيبل تماما. احنا فرضنا البيفت تيبل يا باشا. ما هو البيفت تيبل ده 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 ضرب نار. البركه في حضرتك يا راجل. الله مع حضرتك قبل كده يعني. نعم حضرت مع حضرتك. البركه في حضرتك حبيبي حبيبي يا ابو واحد حبيبي ربنا يخليك يا محمد شكرا قوي ليكم. بص انا عايش فيها يا دكتور مصطفى. انت مصطفى انت عندك مشكله في المايك ما تتكلم يا مصطفى. البيفت تيبل يا شباب ده حياتنا كلها فيه. هنيجي بقى هنا نقف. دي شويه داتا اهي كده كتير. احنا بقى عايزين نلخصها عشان يبقى الشكل يبقى احسن. فهنتلخصها ازاي؟ هنقف هنا في اي حاجه يعني. هنا في محاسب 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 محاسبين كتير قوي ما شاء الله واداريين كتير قوي برضو ومبرمجين برضو وهكذا. فانت عايز تعمل توتال المحاسبين وتوتال المبرمجين وهكذا تمام يا شباب. تمام تمام يا دكتور معاك. تمام يا شباب تمام. بصوا يا شباب فهنا بقى نروح عاملين هنا نقف هنا وندوس انسرت بيفت تيبل. بيقول لي هو كده علم على اللي هي الشرط اللي بتبقى موجوده دي كده علم عليها يعني علم على الجدول ده كله. فبيقول لي انت عايز الجدول في نيو ورك شيت ولا في اكزيست ورك شيت. انا اقول له انا عايزه في الاكزيست في الحته دي كده. اقول لي انت عايزه فين. اقول له انا هنا وندوس انتر تمام. ونروح قايلين بقى ايه نروح قايلين له حاجه حلوه قوي. اقول له المسمى الوظيفي اهو وراتب الموظف. بصوا هتلاحظوا الحته دي اللي هو جاب لي كل الاداري ده. لا ثواني عشان نعمل الاداريين دول عشان الاداري دي مش مظبوطه قوي. ونعلم بس على الاداريين عشان الاداري دي جايه يعني متلخبطه كده سنه. الله اكبر الله اكبر. بصوا يا شباب فكده جاب لي الاداريين اهو
طب لحظة كده بس الأذان، لحظة الأذان بس كده. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، اهو اهو اهو، يلا 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 يلا. ماشي، بصوا يا شباب، فكده احنا عندنا كذا اداري، فاحنا جمعنا مجموع الاداريين وكذا اذن وكذا قانوني وكذا مبرمج وكذا محاسب، وظبطنا كل حاجه، كل علينا بس اللي احنا ايه عملنا لهم شويه دول. فنيجي بقى بعد ما خلصنا الحته دي، هنيجي نشوف بقى بعد كده نحط كمبيهم كمان عددهم. طب تعالى بس نعمل اول اسمها ايه دي تشارت على الحته دي. هنيجي نقف هنا وندوس كلمه انسرت، وهنيجي هنا نعمل الجزء ده. الجزء ده انا ليه عملته؟ انا بشوف مين اكبر الرواتب اللي موجوده في الشركه هنا بناء على الباي تشارت. طب يا شباب احنا عملنا البيفت تيبل، البيفت تيبل عباره عن اربع مربعات، والداتا اللي موجوده في الجدول ده تبقى موجوده هنا كده بالظبط. فانا كل اللي عملته ان انا سحبت المسمى الوظيفي في الرو اللي هي الروهات دي كده، فده اسمه رو، درو رو رو وهكذا. ممكن كمان لو انت اتحطيت المسمى الوظيفي في الكولم. الو انتوا معايا؟ معاك يا دكتور. لو انتوا حطيتوا المسمى الوظيفي ده في الكولم هيبقى المنظر ده، بس بصراحه المنظر الاحلى اللي هو تحطه هنا كده بالمنظر ده يبقى شكلها احلى، صح كده يا شباب؟ ونقدر بقى ان احنا نجيب كمان، ممكن كمان نحط افريج الرواتب، عدد الموظفين وهكذا، بس احنا عملناها في البيفت تيبل ده. فهنيجي هنا كده وهنعمل انسرت، ندخل بقى احنا كده عملنا البيفت تيبل. ممكن كمان هنا بقى نروح عاملين بدل الصم نخليها وليكن مثلا تبقى كاونت عددهم، تجيب عددهم، او نجيب الافريج، الافريج نجيب متوسط مرتب كل واحد في الاداريين وفي المحاسبين وهكذا. وفي اكتر من حاجه اللي هو الماكس، اللي هو اعلى مرتب في الاداري كام، اللي هو 3900، واعلى مرتب في المبرمج 3000، يعني مبرمجين هم اتنين 3400 وهكذا. يعني في اكتر من عمليات حسابيه بتتعمل في الحته دي، ونخليها هنا في الصم دي وخلاص عشان نجيب مجموع مرتباتهم. تمام كده يا شباب؟ فكده خلاص جبنا البيفت تيبل وعملنا البيفت تيبل. نقدر بقى دلوقتي نعمل تشارت فوقيه، نعمل انسرت ونعمله على الجزء ده كده. تمام. هنا بقى ممكن بس يا جماعه نركز بس في اخر شويه دولت لو سمحتم، اخر نص ساعه دولت لو سمحت تركزوا فيها. بصوا يا شباب سامعيني كده كويس؟ بصوا يا شباب احنا دلوقتي عملنا انسرت بيفت تيبل، انسرت تشارت على البيفت تيبل ده. تمام. بس الشارت دي شكلها مش حلو، انا عايز بقى اخليها شكلها حلو. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده، ده اسمه ليجند، الحته دي كده اسمها ليجند، هنيجي عليها كده وادوس عليها ديليت كده، مسحتها. معايا كده يا شباب؟ خليكم معايا لو سمحتوا، محدش يقع مني. تمام. وهنيجي عند راتب الموظف الحته اللي فوق دي كده ونعمل لها هايد، فبقى البتاع كلها فاضيه. خدت بالكم؟ انتوا معايا ولا ايه؟ تمام يا دكتور. ماشي. وهنيجي عند كلمه توتال دي كده نكتب ايه؟ مجموع المرتبات او الرواتب، الرواتب لكل قسم، اللي هو بقى ايه اذا كان محاسب او اداري او او او. بس هيجي لنا مشكله، المكان اقرع، لو تلاحظوا البتاع دي قرعه، تحس ان ملهاش شعر، مفيش نسب، مفيش اي حاجه. خدت بالكم؟ مفيش اي حاجه. طب عشان بقى نعمل النسب دي نعملها ازاي؟ هنيجي هنا عند كلمه ديزاين، هنا بقى في الجزء ده، الجزء ده بتاع الدلع كله، اللي هي تشارت، اد تشارت element. element يعني يا جماعه؟ element يعني عناصر، ضيف لها عناصر، ضيف لها داتا ليبل. داتا ليبل اهي، ممكن نحط، اول ما نحط هنا بص بص المنظر اللي هيظهر ده، بصوا هنا insert inside out، نخليها كده، نخليها best fit، اللي هي المنظر اللي احنا عايزينه، خليها best fit. تمام. تمام. نيجي هنا ونروح بقى عاملين بقى لقطه حلوه جدا، احنا هنا جبنا الفلوس بس ما نعرفش الاقسام فين. حد خد باله يعني ده ايه ده؟ المكان اقرع برضه، صح؟ الازرق مش عارفين مين. صح مظبوط. T
تيجي بقى هنا تقف على دي كده، دوس عليها كليك يمين، هتلاقي في حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، فورمات داتا سيريس، دوس عليها هيظهر لك بقى المنظر ده. اول ما تدوس على ده كده هيظهر الحته اللي هي عليها علامه التشارت دي، تقدر بقى تعمل منها كذا حاجه. بص ده الفاليو، نروح مزودين البرسنتج، نسبتهم كام في الميه من توتال المرتبات كلها، ونعمل حاجه اسمها بدل ما يكونوا جنب بعض يخليهم بدل سيبريت دي نخليهم نيو لاين يعني تحت بعض، وكمان نحط الكاتيجوري نيم اللي هو اسمهم، ده اداري ده معرفش ايه، ودي نخليها ممكن اوتسايد او انسايد. ايه رايكم يا شباب؟ انتوا فاهمين اللي انا عملته ده ولا نعيد تاني؟ معلش، وانت تتحرك يا دكتور، هو الماوس بس محتاج يبقى باين معانا عشان حضرتك بتروح يمين وشمال، فاحنا مش عارفين انت رايح في اي حته. انا متاسف انا متاسف. تحب نعيد تاني يا دكتور؟ معلش حاضر، تاني من الاول. لا من الاول تاني، انا همسح دي خالص بقى. انتوا كده معايا كويس؟ تمام. هنيجي هنا وندوس كلمه انسرت، وهنيجي هنا مثلا في اي اختيار، يعني اي اختيار من البيفت تشارت دي، في كذا بيفت تشارت، يعني لو دوست عليها يظهر لي كذا شكل، فانا اختار الباي تشارت. خلاص كده. طب ممكن حد يفتح السبيكر، حد يفتح كده المايك ويتكلم معايا، يعني يبقى معايا خطوه بخطوه احسن. تمام يفتحوا كده المايكات كده ويتكلموا معايا. تمام اهو انا اخترت اهو، فالمكان كده اقرع، المكان قصدي كده مش حلو، فبقف عند الليجند دي وادوس ديليت. صح كده؟ صح. واجي عند الرواتب بتاع الموظفين دي واعمل لها هايد، هايد اهي. فكده المكان بقى واسع، يعني بقى ايه، تعرف اخد راحتي فيه. تمام. انتوا كويسين يا شباب؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب معاك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنيجي بقى هنا نكتب مثلا ايه، نكتب في التوتال اللي هي الحته اللي فوق دي، مجموع رواتب الاقسام. تمام كده. لحظه كده يا شباب، لحظه. تمام. دلوقتي احنا كتبنا مجموع رواتب الاقسام، فكده المكان ده كده قرعة مش معروف لها حاجه. هنيجي هنا كلمه، عند كلمه ديزاين اهي، وفي حاجه اسمها اد تشارت اليمنت، شايفين ولا لا؟ تمام. لا انتوا بقى، لا حد يفتح معايا السبيكر بقى، انا عايز ايه كده ابقى قاعد متابع. تمام كده. تمام. هنروح دايسين على دي كده، في حاجه اسمها داتا ليبل. داتا ليبل ايه؟ ليبل دي يعني ايه؟ يعني علامات. هنروح مثلا مختار مثلا وليكن مثلا بيست فيت. تمام. ممكن مثلا نعمل مثلا تشينج كولر مثلا في اي الوانات بقى، وندلع يعني خليها مثلا اللون ده، الالوان دي حلوه يعني. خلاص. طب بعد كده انا برضو عايز اضيف بقى جنب الليبل ده اسم القسم واخد كام في الميه، فاهمين ولا لا؟ فهنقف على اي واحده من عليهم كده كلهم، وندوس كليك يمين، في حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، فورمات. ها تمام. ادوس عليها. تمام. دوس. اتفضل. هدوس. حاضر. ايوه اتفضل. حاضر ماشي. وبعد كده اقف عليهم تاني كده، اول ما اقف عليهم ظهرت لي البتاعه دي اسمها ايه، ليبل اوبشن. ليبل اوبشن. ها اكمل. اكمل. كمل. ماشي. اي فدي بقى الاختيارات، فبيقول لي انت مختار الفاليو ومختار، فدلوقتي انا عايز احط لها بقى البرسنتج اللي هي ايه، يعني التوتال، اجمالي توتال الناس دي من اجمالي المرتبات كلها. تمام كده يا شباب. وبيقول لي بقى ايه، طب انا دلوقتي انا عايز اعرف دي مرتبات مين، ففي حاجه اسمها كاتيجوري نيم اهي، ادوس عليها كده جاب لي الكاتيجوري نيم اهي. بس لو تلاحظوا كلهم جنب بعض، انا عايزهم يبقوا تحت بعض، يبقى في حاجه هنا اسمها بدل كوما او سيمي كوما اخليها سبيس، اخليها قصدي نيو لاين، يبقى كلهم تحت بعض كده. خدت بالكم؟ كده احنا كويسين، كده احنا كويسين صح. طب لو عايز اغير يا دكتور الوان بقى اللي هي الكلمات بقى اللي هي اللي ايوه اديني، انا بس اخلص بس من الليله دي واعمل لك الالوان. حاضر. بص
كده احنا خلصنا دي. في بقى ممكن تعملها كسنتر، ممكن تعملها كانسايد اوت، ممكن تعملها كاوتسايد، ممكن تعملها ايا كان اللي انت عايزه، بس خليها انسايد دي. خلاص كده خلصنا النقطه دي. هنيجي بقى هنا الفيل. في بقى ممكن نعملها بقى سوليد جريديانت دي، اللي انتوا تحبوه اعملوه، يعني بيكتشر بقى، يعني ايه اللي انتوا حابينه اعملوه. السوليد دي مثلا ممكن تخلوها مثلا لون زي اللون ده كده مثلا، كده كويس، دي كده كويس. انتوا كويسين ولا ايه؟ تمام تمام انتوا كويسين يعني. طب تمام. ممكن بقى شايفين الشكل الجميل ده، انا هخليه هنا كده جنبينا هنا. ممكن بقى اروح بقى اعمل شكل تاني، لو ممكن تسمحوا لي بس اعمل واحده تانية لو سمحتوا. عمدان عمدان مثلا، يا ريت. ماشي عمدان. هنيجي عند دي كده واروح عاملين انسرت، ونختار مثلا اي شكل من ده، نختار يا عم بيفت شارت، ونختار العمدان دي. اي العمدان اهي. السلام عليكم، انتوا كويسين؟ مظبوط. تمام يا فندم. بصوا يا شباب بقى، بصوا خليكم بقى معايا، عشان اللي انا عملته ده، انا اللي انا عملته قبل كده اعمله تاني هنا. هاجي هنا، شايفين الاكس ده؟ اكس ده محدش بيبص على الجزء ده كده، هنروح شايله، دوست ديليت. شايفين كلمه توتال دي؟ هروح شايلها. شايفين كلمه راتب الموظف دي؟ هروح دايس عليها كليك يمين واعمل لها هايد. لحظه عشان دوست غلط. اي لا اي، دوست كليك يمين هايد، ودوس هنا كليك يمين واعمل لها هايد. كده بقت اها، كليك يمين قصدي هنا واعمل لها هايد. كده بقت ايه؟ ابيض ووسط. نعم؟ وسعنا الجدول شويه. بالظبط، وسعت الجدول. واجي عند كلمه توتال دي واكتب برضو مجموع الرواتب لكل قسم. هيقابلنا ايه مشكلتها؟ حد ممكن يساعدني؟ ها؟ ان مفيش ارقام على العمدان، الدنيا فاضيه. صح. النسب بتاعتها هنروح هنعملها منين؟ الانسرت فوق وعن الشمال كده حاجه ديزاين اهي. ديزاين ادت شارد اليمنت. اليمنت نضيفلها عناصر، وبعد كده نروح داتا ليمت، الداتا ليبل اهي اهي، انسايد اوت اهي. نقف كده نشوف اوتسايد كويس قوي. حلو اوتسايد، حلوه كده اوتسايد. تمام كده. ممكن بقى نعمل بقى حلقه حلوه. بص بص يا صابر، بمجرد ما تدوس على اي واحده من دولت هم كلهم اتحددوا، خدت بالك؟ لا تاني كده يا دكتور. بص انا بمجرد ما ادوس على اي واحده هم كلهم اتحددوا جنب بعض اهو. كل عليا اللي انا هعمله ايه؟ هروح رايح عند دي، عند اللي هي الهايلايت دي، واعملها مثلا باللون الاصفر، واخليها مثلا دي باللون الاسود، واكبرها وادخنها كده، ادخن الكتابه مثلا بولد. تمام. واكبر الكتابه شويه بس كده، ودي ممكن اكبرها شويه، اجي هنا اكبر الكلام كده شويه. كده واضح يا شباب؟ طبعا. باشمهندسين ممتاز بجد. نعم انا سامع. معلش بسمعك والله. لا ممتاز بجد يا دكتور حبيبي يا باشا. بصوا بقى، ممكن بقى تعملوا بقى لقطه حلوه قوي في هنا بقى، تيجي تقفوا عليها. بمجرد ما تيجي عند بيفوت تشارت دي كده، في حاجه اسمها في هنا تشينج تشارت تايب. تشينج تشارت تايب، انت ممكن تغير لتشارت تانية، يعني ممكن تغير لحاجات تانية، يعني مثلا دي مثلا. فاهمين قصدي ايه؟ دي اسمها تشينج تشارت تايب. مثلا ممكن تغيروها البار تشارت دي مثلا اهي، تبقى كده. يعني فاهمين قصدي ايه؟ انكم ممكن تغيروا اي تغيير. فاهمين قصدي يا شباب ولا لا؟ تمام. يعني فكده الموضوع يبقى احسن. تمام كده. يلا على اللي بعديها. تمام. احنا اتفصلنا كده يا دكتور. بص انا مش هطول، افهمني انا مش هطول عليكم، افهمني انا دي خلاص، دي كده اخر حاجه خالص. انا مش اتمنى لو في هوم ورك نبدا لا بص هو انا بص انا هرفع لكم انا هرفع لكم ال انا هرفع لكم ال الحاجه على اليوتيوب، وانتوا تشوفوها بقى وبالراحه كده، وواحده واحده. اخر حاجه خالص هي دي. تعال بس معلش يا استاذن حضرتك يا دكتور، انك تبعت لنا الشتات دي بس نعيد الشغل عليها تاني يا باشا. وانتوا معايا اهو.
ربنا يبارك لك يا استاذ محمد، كتر خيرك. نعمل كده يعني؟ يا نهار ابيض، ده انت عب واحد، ده انت الحته الشمال. ربنا يبارك لك يا دكتور حبيبي. اهو سيشن 1 جات لكم على الواتساب اهو دلوقتي. ها شكر جدا يا دكتور. الصوت وصل تن 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 تن، سمعت؟ ايوه وصلك كده يا دكتور. ماشي، بصوا يا شباب، اخر حاجه خالص، هنشتغل عليها حاجه اسمها سبارك لاين. انا حتى جبت لكم المكان. المكان فين؟ المكان بيقول لك انسرت اهو، انسرت وسبارك لاين الحته دي كده، سبارك لاين في الاخر. تمام. بص سبارك لاين يعني ايه بقى يا شباب؟ بصوا بقى المنظر الجميل اللي انا هوريكم ده. هندوس هنا وادوس على كلمه وليكن لاين، ده مثلا بيقول لي الداتا رينج فين. هقول له الداتا رينج اللي احنا هنعلم على الثلاثه دول كده او الاربعه دول كده، وندوس ايه؟ اوكي. خدت بالكم ان شهر يناير كان حاجه ظاهره؟ مفيش حاجه كده، مش شايفين ولا ايه؟ بقى. لا الخطوه اللي فاتت دي ما ظهرتش معانا. طب تعالى نعملها تاني. معلش. هندوس انسرت. تمام. لاين دي اهي، ما هي دي اسمها سبارك لاين، الثلاثه دول اسمهم سبارك لاين. لاين اهي ودي، هنعلم على الاربعه دول كده. تمام. ها كده ظاهر. تمام ماشي، ادوس اوكي. ينفع ادوس اوكي؟ والداتا داتا رينج، احنا رينج احنا اخترنا الاربعه بالظبط. ادوس انتر. ينفع ادوس انتر ولا لا؟ الو انتوا معايا ولا يا جماعه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ تمام يلا بينا، ادوس اوكي يلا بينا انتر. ماشي، فكده جاب لي اللاين ده. هقول لك اللاين ده معناه ايه. اللاين ده معناه ان في شهر يناير كان 10,000، طلع فجاه ل 30,000 في شهر فبراير، نزل ل 4,000 في شهر مارس، نزل خالص لشهر ابريل. فبيقول لك بقى ايه، ممكن بقى في السبارك لاين دي تروح عامل مثلا هاي بوينت، اعلى نقطه، تروح عامل عليها نقطه، ابص اعلى نقطه اهي، وفي اقل نقطه اللي هي دي، وفي الفيرست بوينت، وفي اللاست بوينت، وفي الماركرز. الماركرز دي انت بتعلم على كل نقط ما بينهم. سنة اكتفي باعلى واقل نقطه. وفي بقى حاجه اسمها سبارك لاين، دي بقى لو انت عايز تغير الالوانات ولا حاجه. وفي الويت مالهاش افريج. نعم مالهاش افريج هنا برضك زي الهاي هاي بوينت واللو بوينت بالظبط. هاي يعني بيوريك، بس دي بتتعمل جوه الخليه، يعني دي مش محتاجه تعملها كتشارت، دي بتعملها جوه الخليه. ما هي منظرها افضل الصراحه برضه. بص بقى دي، وممكن تغيرها، ممكن تغيرها ككولوم او وين ولوز، اللي انت كسبان ولا خسران، او بياخدهم بالترتيب. بالظبط. يعني انت بص دي شايف دي 30,000 جنيه، لو انت خليتها مثلا 1000 جنيه بس، هتلاقي نزلت، هيبقى اعلى واحده فيهم اللي هي في شهر يناير. تمام مظبوط، فاهمين؟ طب دي مثلا لو انا خليتها مثلا سالب 10، هتلاقي نزلت اكتر. يعني بص كل ما انزل كده هتلاقي نزلت دي اكتر، فاهم قصدي؟ بس كده. وده الهوم ورك يا شباب، عشان انتوا تفتكروه، عشان تفتكروني بالخير. ده داتا كبيره جدا. تمام. المجموع والنسبه والتقدير، ودي النسب بتاعتهم، وتحت باشمهندس محمد. ايوه انا بعد حضرتك على الجروب ده يا استاذ محمد. نعم انا بعد حضرتك على الجروب. لا يا ابو واحد، انا مش صحح واجب والله، انا بقول لكم ده ليكم انتوا، يعني ده عايزين ترجعوه اشتغلوا عليه، ده حاجه شامله حاجات كتير قوي يا ابو واحد. تمام يا ريس. طيب انا كنت عايز بس اقول حاجه، لو المره الجايه مثلا ينفع نستخدم مايكروسوفت تيمز مثلا او حاجه، بدل ما كل مثلا ايه كل نص ساعه او تلت ساعه يقطع. لا هو كل 45 دقيقه او كل 40 دقيقه. تمام. هو ولو مايكروسوفت تيمز او في يعني. او في جوجل ميت، اي واحد فيهم ما يقطعش، عشان بس انا بسجل بسجل الحلقه. ما تقلقش انا بسجل، انا لحد الان مسجل. وبص الاستاذ محمد بينزلها على اليوتيوب اول باول. ما تقلقش ما تقلقش يا يوسف، انا برفعها على اليوتيوب وعينيا ليك. حاضر. تمام الله يكرمك. تحت امرك والله. حاضر. الامر ربنا يبارك لك يا محمد، كتر الف خيرك حبيبي، ربنا يخليكم. بص يا شباب بقى اللقطه اللي جايه دي عشان تعجبكم قوي، ده دي عشان تبقى انتوا عارفين حلها ايه.
الحته دي كده هتكون بتجيبوا المجموع اللي انتوا مجموع ده كله بيبقى مجموع بالصم. النسبه دي اللي هي ايه؟ النسبه اللي هي المجموع على 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 اجمالي. النسبه دي اللي هي ايه؟ على اللي هي اجمالي الناتج على المجموع الكلي. المجموع الكلي هو مجموع الطالب ده فين؟ لا بص حضرتك النسبه ديت اللي هي المجموع بتاع الطالب على بس حضرتك بقى خلينا المجموع كله من 50 صح؟ نفترض صح ما انا كنت فعلا كنت بدور على كده. المجموع كله من 50 فهيجيب لك ايه؟ مجموع من 400 كده ماشي هيبقى من 400 لما جه فرح طب في حد فاتح المايك؟ تمام تمام. بص يا شباب دي النسبه التقدير طبعا انتوا هتجيبوها من اف اللي هي نستد اف اسمها نستد اف او اف الكومبلكس او اف المركبه ده التقدير. بصوا بقى الحته الاخيره اللي تحت خالص دي بقى ده بقى الدلع كله بقى ده بقى يعمل لك زي ريفيجن على الاكسل كله. كم عدد كم طالب حصل على كلمه مقبول؟ حد يعرف المعادله بتاعتها ايه؟ ها الو السلام عليكم. هنجيبها من الفلقة او كم اف يا استاذ محمد؟ لا غلط. كاونت اف نعم كم عدد كم طالب كاونت اف مع صح كاونت اف بس كاونت اف بس يبقى كاونت اف اهي كاونت اف كاونت اف كاونت اف اعلى نسبة. ها مين اللي يقول المعادلة بتاعتها؟ ماكس اقل نسبة مينيمم من اعلى 10 طلاب من طب دي من كونديشنال فورمات ولا صح 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 طب اعلى 10 طلاب هتكون فعلا ايوه صح من كونديشنال فورمات اقل 10 طلاب من كونديشنال فورمات. كم طالب راسب في اللغة العربية؟ منها برضه ها كم طالب راسب في اللغة العربية؟ معادلتها هتبقى ايه؟ كم اف سم اف بس لا غلط كم اف لا غلط ليه؟ يا جماعة كم طالب ممكن نعمل كاونت اف كاونت افس اللي اخرها اس ممكن نعمل كاونت اف افس مش اف كاونت دي هتبقى كاونت افس كاونت افس افس اللي هي دي ليه افس؟ لان هو راسب ولغه عربيه هيبقى شرطين مش شرط واحد فاهمين قصدي؟ الو السلام عليكم. هو المقصود هنا كم طالب راسب في اللغه العربيه فالمفروض انا اختار الكولوم بتاع اللغه العربيه واختار ان هو اقل من 25 عشان يبقى راسب صح. يبقى كاونت اف انا بتكلم يبقى كاونت اف كاونت اف لو انا طب لما انا ممكن اجيبها مثلا من حته التقدير يعني ممكن يبقى هنا او هنا راسب واجيب هنا اللغه العربيه انت فاهم؟ ما هي بتبقى بتتشاف من ناحيتين يا خليل يعني ممكن تمام. ممكن اجيب تمام. من هنا الراسب واجيب من هنا اللغه العربيه بس كده كده مش فارق لاما كاونت اف اذا كان في اللغه بس اللغه معلش يا ناس بس اللغه العربيه هنا انت ما تعرفش مين الراسب اللي فيها ما احنا مش مدين لنا مقاييس يقول لنا اللي اقل من كام يبقى راسب في اللغه العربيه فاهم قصدي؟ تمام فهمتني؟ كاونت افس كم طالب حاصل على الدرجه النهائيه في اللغه الانجليزيه دي هتبقى كاونت اف عاديه خالص تتعلم على دي كده وتشوف من اكبر من او يساوي 50. عدد الطلاب الناجحين ها من التقدير عدد الطلاب الناجحين عموما الناجحين عموما كاونت اف كاونت اف عاديه خالص كاونت اف كاونت اف عدد الطلاب الراسبين كاونت اف بس كده. انا مبسوط جدا انا مبسوط جدا ليكم انا بحبكم والله انا فعلا انا متهيألي انا تعبتكم فعلا النهارده بس والله يعني هي الداتا اناليسيس بنت كلب كده رخمه واعمل ايه يعني ده لسه اللي جاي احلى يعني ده لسه اللي جاي هتنبسطوا فيه اكتر يعني معاك بقى معاك كل حاجه هتبقى كويسه يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله بقى اللي جاي بقى يبقى حاجات بقى حلوه بقى باور كويري بقى وباور بيفوت ونعمل كليننج للداتا بجد
هتنبسطوا كتير. شكرا يا خليل، هتنبسطوا كتير والله. انا نفسي، انا فكره يا شباب، انا بحب الداتا، انا بحب الارقام، انا بحب الاكسل. وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخلص الاكسل ونروح نقلين على باور بي اي. دي بقى تبقى نقله حلوه لينا ان شاء الله، وفي كمان في الكارير بتاعنا، وكمان نكتبها في الاكس في السي في، علشان لما تيجي تكتبوها في السي في، السي في هيختلف كتير قوي لما تكتبوا ان انتوا كاتبين باور بي اي وكمان كاتبين معادلات داكس وحاجات زي كده. حد صح عامل سي في كويس ولا لا؟ الو عاملين سي في، بس عايزين بقى نحط فيها الحاجات اللي احنا اللي حضرتك بتقول عليها. طب انا اقول لكم على حاجه، حد سمع عن حاجه اسمها اي تي اس؟ اي تي اس، اي تي اس اللي هو اللي يعتبر اللي بيسرش على المعلومات جوه السيفيهات اللي بنقدمها للشركات، وبيختار او بينتخب منها. صح صح، اسمها، بصوا يا شباب، الاي تي اس اسمها اي تي اس، اسمها ابلكيشن تراكنج سيستم. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان بتوع الاتش ار لما بتبعتوا لهم السي في بتاعك، هما بيدخلوهم جوه برنامج معين وبيفلتروا الحاجات اللي هم عايزينها، لقوها في البرنامج ولا لا. لان طبعا الاتش ار بيتعامل مع كم مهول من الناس اللي جايه تقدم في الشغل، فلازم يدوروا على حاجه تفلتر بيهم شغلهم. تمام كده يا شباب؟ تمام. الاي تي اس ده، ما انا هقول لكم على حاجه، الاي تي اس ده فايدته ايه؟ انا بس هعمل لكم بس حاجه كده بسيطه جدا. نعمل كده بس زوم ده كده، عشان دي حاجه ممكن ربنا يكرم كده وتبقى تفيدكم كمان في شغلكم. شايفين اول ما تفتحوا الوورد، الوورد مش بتلاقوا المنظر ده كده؟ تمام تمام. خش على مور تمبلت دي كده، واكتبوا هنا كلمه اي تي اس، انتر. جاب لكم سيفيهات كامله مكمله تقدروا تحطوا فيها الداتا بتاعتكم بشكل منمق وبشكل مظبوط، بدون صور، بدون اي حاجه. وان شاء الله ان شاء الله لما تيجوا تبعتوها للاتش ار ان شاء الله يقروا السي في بتاعكم. ماشي يا شباب؟ ربنا يجعله في ميزان حسناتنا، وربنا يجعلكم ان شاء الله ان شاء الله توفقوا ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بكره بقى، بكره الساعه 11 الظهر. يعني بصوا انا مش هسيبكم، انا هقتلكم بكره. ماشي 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 يا باشمهندسين. تمام يا باشمهندس، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم. بعد اذنكم، بعد اذنكم. شكرا.